الأستاذ حازم عبد الرحيم صباح الكيلاني، مواليد محافظة أسوان، مش هقول السن، متزوج بين ثلاث أولاد، مؤهلات العلمية، حصل على بكالوريوس العلوم في الرياضيات عام 91 بتقدير جيد مرتفع، حائز على الترتيب الأول في قسم الرياضيات، حاصل على ليسانس الشريعة الإسلامية بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر 98 بتقدير جيد جدا، حاصل على درجة التخصص ماجستير بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر 2013 بتقدير ممتاز. الرسالة في تخريج الفروع على الأصول عن المذهب الحنفي من خلال حاشية رد المحتار لابن عبدين، عنوانها المسائل الأصولية وتطبيقاتها الفقهية في حاشية رد المحتار على الدر المختار، شرح تنوير الأبصار، باب الحكم الشرعي التكليفي، باب الاعتبار والفقه. حاصل على عدد من الإجازات العلمية من السادة العلماء في العلوم النقلية والعقلية، تتلمذ على يد العديد من العلماء والشيوخ، منهم أستاذ الدكتور عبد الحسيب رضوان، أستاذ الفقه الحنفي بكلية الشريعة جامعة الأزهر رحمه الله، والأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف جمال الدين، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة جامعة الأزهر، والأستاذ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وأستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، فضيلة الإمام الأكبر أستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وحضر لفضيلته بعض الدروس في شرح السني في المنطق للملوي، الأستاذ الدكتور عبد الفضيل القوسي وزير الأوقاف السابق، الأستاذ الدكتور حسن الشافعي رئيس الجامعة الإسلامية بباكستان، والأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ورئيس مجمع اللغة العربية، الأستاذ الدكتور مصطفى عمران أستاذ العقيدة بأصول الدين جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور محمد ربيع الجهل أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين. الحقيقة يعني فضيلة الشيخ سمير شعراوي، فضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار، في كتب درسها بالكامل في الأنشطة العلمية، تدريس كتاب إيضاح المبهم في شرح السلم عدة مرات، تأليف وتدريس رسالة المقدمات المسفرة عن علم أداب البحث والمناظرة المسفرة، تدريس كتاب شرح الخبيثة البهية، تدريس كتاب شرح الغزنوي، تدريس كتاب الوجيز في أصول الفقه، تدريس كتاب مختصر القبولي، محاضرات في فقه الأحوال الشخصية، تدريس مادة تاريخ التشريع بالجامعة الدولية في أمريكا اللاتينية، تدريس مادتي الفقه والأصول بمعهد الدراسات الإسلامية بالإسكندرية. يعني الحقيقة السي في رائعة، من مشاركات وأنشطة أخرى كانت مجتمعية زي أداء خطبة الجمعة من عام 87 بالعديد من المساجد، شارك في العديد من برامج الحوارات بالقنوات الفضائية، المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية، آخر عام عمل هو باحث شرعي وأمين للفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أكتوبر 2015، والمدير السابق لفرع دار الإفتاء المصرية بالإسكندرية من أغسطس 2013 إلى يوليو 2015، حالياً بيقوم بالتدريس في الجامع الأزهر الشريف وفي مسجد المواساة بالإسكندرية ومسجد عمرو بن العاص بالإسكندرية. يعني عايز أقول إن مازال إحنا حضرتك نقعد، يعني عايز حضرتك ندوة نقدم حضرتك بس. يعني حضرتك لا والله يعني شيء إحنا بنفتخر بيه، وأنا سعيدة وأنا بقول يعني يمكن ده قصور مننا إن إحنا ما عرفناش حضرتك من قبل وما تواصلناش معاك، لكن على وعد دي هتكون بداية إن حضرتك دايما وإحنا نقدر من كلياتنا التربية الفردية إن شاء الله دعوة خاصة لحضرتك، لأن بناتنا محتاجين كتير. فأهلا ومرحبا، أهلا ومرحبا بحضرتك. وطبعا هو اللقاء كان بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقلنا هي مناسبة دينية ولقاء روحي مهم جدا محتاجينه في التوقيت ده.
يعني نتيجة الظروف أنا عارفة الدنيا والناس، وأنا عارفة إن المنع خارج عن الناس، وحضرتك قلت إحنا ممكن نعملها حوار مفتوح، وما أحلى وأجمل من إن جوانا دايماً شجون وأسئلة كتيرة إحنا محتاجين إن إحنا نقولها، ويتسع بقى صدرك لنا شوية، لأن في حاجات بتبقى مسار جدل، والحقيقة إحنا مع الجدل ده إحنا بنحتار. يعني برضو احنا دايما عايزين حد ينورنا اللي بيها من الجدل، ما انا ما اخرجش من الجدل بجدل مع نفسي، هو ده اللي بيحصل، اصدق مين واكذب مين، وخاصة ان الناس اللي هو بيتم معاهم المناقشات والاسئلة هم نفسهم لما بيتكلموا مع بعض بيديلك الاحساس بان اللي بيقولوه انت مش مقتنع بيه. يمكن في طبعة معينة او فئة معينة ممكن الحوار والخطاب الديني يوصل لها على قد مفهومها، لكن دايما اللي بيتعب الطبقه المثقفه، لان هي اللي بترجع بالعقل والتحليل والمنطق، وده ممكن يسبب يعني مشكله. يعني فانا هتسمح لي انا اول سؤال انا اساله بمناسبه مولد النبي، وكان الصدفه ان ده كان جدال قائم من خلال الاسابيع اللي فاتت عن الاسراء والمعراج، والجدال الموجود ان ما هو مسبق في القران الاسراء، اما المعراج فغير مستحيل. احنا طول حياتنا عارفين الاسراء والمعراج، وان انا دعاء ليله الاسراء والمعراج، وعارفين الرسول عليه الصلاه والسلام وقت ما اسرى كان في ايه وهو راجع. يعني دي السنن ودي الحاجات اللي احنا يمكن طلعنا من واحنا صغيرين بنتعلم تعليمها. انما الجدال اللي دار في الفتره دي وكان يمكن اللي هو الكاتب يوسف زيدان، وبعد كده كان موجود في لقاء مع المفتي في قناة أخرى، وما زال هذا الموضوع. فإيه حقيقة إن هل المعراج موجود، ولا هو كم نقل الكلام فقط وما مسبق في القرآن هو الإسراء بس؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ورضي الله عنه. هو لابد إن إحنا نحدد السؤال بدقة. هل في قضية هل المعراج ثبت في القرآن أو لم يثبت؟ دي قضية وهي محل خلاف. يعني هناك آيات أشارت إلى المعراج في سورة النجم كما قال بعض العلماء المسلمين، وبعضهم يحمل الآيات على غير هذا. يقول إن المعراج ثابت في القرآن دي مسألة خلافية، يعني مسألة ظنية. يعني من يقول انه ثبت في سوره النجم هذا يقوله على سبيل الظن. لان طبعا حضرتك عارفه ان الادراكات ادراك الاشياء في عباره عن نوعين، يعني او في قوته نوعان اساسيين، في ادراك يسمى ادراك قطعي، الادراك القطعي او الجازم، كادراكنا الان اننا مثلا موجودون في هذا المكان. فنحن ندرك هذا ادراكا جازما. كادراكنا مثلا بوجود بلد تسمى مثلا واشنطن أو مكة أو كذا. فإدراكنا لوجود مكة ده إدراك قطعي. وفي إدراك نوع تاني أو أقل من الإدراك القطعي، وهو الإدراك الظني. يعني أنا مثلا ممكن أخبر حضرتك دلوقتي إن في بلد في محافظة كذا اسمها كذا. فده بقيت في جزء من المعلومات بتاع حضرتك، إن في بلد مثلا في طنطا مثلا اسمها القطور. فده جزء من معلومات حضرتك دلوقتي، بس هل إدراكي لوجود بلد تسمى قطور زي إدراك لبلد تسمى مثلا مكة؟ لا. ليه؟ لان الخبر اللي علمت بيه وجود قطور هذا خبر واحد شخص صحيح هو صادق عندك، ممكن يبقى دقيق عندك، ولكن في احتمال انه يكون كذب في المره دي لغرض ما في نفسه، او في انه غير دقيق في المعلومه لطول الزمن وبعد العقل. انما مكه ما نقدرش نكذبها، ادراكنا ليها ادراك قطعي، لان كل الناس بتروح وتيجي وهكذا في البلاد الكبرى وهكذا. فنفس الكلام بالنسبه لقضيه وجود المعراج او ثبوت المعراج في القران في سوره النجم، دي مساله خلافيه. اللي بيقول بانه ثبت في سوره النجم باشارات الايه السوره يدرك هذا على سبيل الظن وليس على سبيل القطع. انما الاسراء ثابت قطعا، لان في سوره تسمى سوره الاسراء، وسبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، فالاسراء ثابت بالقران قطعا. فده السؤال، يعني هل المعراج ثابت بالقران؟ مساله ظنيه خلافيه. يعني يتكلم فيها من يتكلم بحجج علميه وتناقش بحجج، والمساله يتسع فيها الصدر.
انما في سؤال اخر، لان احيانا ايه ترك بعض الاسئله يعني يخيب القضيه. السؤال الاخر، هل القران الكريم هو المصدر الوحيد للاحكام الشرعيه، او هو المصدر الوحيد للمعرفه الدينيه، ولا في مصادر اخرى للمعرفه الدينيه؟ في عندنا عند المسلمين في مثلا علم اصول الفقه، وده علم المنهج، سواء منهج الاستدلال واستنباط الاحكام الشرعيه بالاساس، او منهج المعرفه الدينيه بصفه عامه، يعني يمكن تعميمه على المعرفه الدينيه. طبعا هو علم اصول الفقه هو علم المناهج اللي بتوصل الى الفقه، يعني الى الحلال والحرام، وان العقد ده صحيح او فاسد او كذا، يعني هو مخصص بهذا. لكن فلسفه العلم ممكن توسيعها الى مثلا مجالات اخرى كعلم الكلام او المعرفه الدينيه عموما وهكذا. فعلم اصول الفقه بيحدد مصادر التشريع اللي احنا نقدر برضه نعتبرها مصادر المعرفه الدينيه، اللي هي مثلا هل المعراج ده ثابت ولا غير ثابت؟ هل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه يعني بجسده وروحه، ام يعني عرج به بروحه فقط؟ فالمعرفه الدينيه لها مصادر. المصدر الاول منها باجماع المسلمين هو القران. وهقول حاجه في القران ده بس، لكن هقول يعني بعض المصادر. السنه مصدر ثاني. اجماع المسلمين مصدر ثالث، والاجماع ده برضه نوعان، في اجماع يستوي في العلم به العام والخاص، يعني المتخصص العالم المتخصص يعلم به فقط دون العامة من الناس، وفي اجماع يستوي في العلم به كل الناس، كل مسلم يعني يعرف ان الصلاه مثلا فرض، ودي مثلا مساله محل اجماع. فلو فرضنا ان القران ما فيش فيه اقيموا الصلاه، هل ممكن احد يجادل في ان الصلاه فرض؟ لو فرضنا هذا، يعني ان الصلاه او الامر ببطلان الصلاه ليس موجودا لا في القران ولا في السنه، هل يمكن لاحد ان يجادل في هذا؟ في ان الصلاه فرض؟ لا يمكن. ليه؟ لان هيبقى عندنا مصدر وهو اجماع المسلمين من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم الى عصرنا هذا بلا شذوذ، هو ان الصلوات خمس وانها فرض وهكذا. فاللي انا عايز اقوله ان لو فرضنا ان المعراج ثبوته بالقران مساله ظنيه، لكن ثبوته في المعرفه الدينيه دي مساله قطعيه، لان دار عليها الاجماع في كافه العصور من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم الى عصرنا. طيب هل اللي هو مكتوب في الكتب ان نشر هذا الرسول في السماوات والى اخره، هل الكلام ده فعلا اذا اخذناه زي ما حضرتك قلت ان احنا بنرجع للاصول والى والى، هل ده مصدر حقيقي؟ لان برضو حصل جدال عليها، في ناس قالوا ان من نقل وكتب حرف في الحاجات اللي موجوده. طيب هو احنا هنا برضو يعني بنتحاكم الى المنهج العلمي. احنا هذه الروايات التي رويت سواء في الاسراء والمعراج او في السنه او كذا، هل هي رويت بطريق موثق؟ يعني هل حصل عليها نوع من التوثيق والتثبت في النقل، ام لم يحدث هذا؟ طبعا لا شك ان يعني من العلوم التي يعني ضرع فيها المسلمون مساله توثيق النقول. في مثلا عندنا حضرتك شخص ان انا من ضمن الكتب اللي درستها كتاب ادب البحث والمناظره، يعني مناهج البحث وهكذا. فالبحث اما في دعاوى، يعني في انسان بيدعي دعوه ويقيم البرهان على هذه الدعوه ويناقش في دعواه ولها طرق معينه في هذا العلم، واما يعني المناظرة بتجري أو البحث بيجري في نقل. ففي قاعدة مشهورة عند علماء هذا الفن يقولون إن كنت مدعيا فالدليل أو ناقلا فالصحة. يعني إن كنت صاحب دعوة بتدعي دعوة معينة بتقول مثلا محمد رسول الله، ما دليلك على هذا؟ دي دعوة تحتاج إلى دليل عند من لا تثبت عنده هذه الدعوة. وفي نقل، قال أبو حنيفة كذا، قال فلان كذا، قال أي حد من على مستوى العالم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ده اسمه نقل. النقل المطلوب فيه الإيه؟ الصحة، إن في مناهج تضمن به صحة هذا النقل. فالمسلمون ابتدعوا هذه المناهج، وضعوا علوم الحديث وقسموا الحديث إلى حديث يعني بحسب طرق الرواية، وجدوا في بعض الأحاديث رويت بطريق يسمى طريق التواتر. يعني روى الحديث جمع كثير من الصحابة، ورواه عنهم جمع كثير من الناس، والجمع ده بتتوفر فيه شروط علمية معينة في الرواية. فلما يثبت الخبر بالتواتر ده احنا بنقطع بإيه؟ بأنه فعلا من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن وهذا قليل في السنة، إنما أغلب السنة لم تروى بهذا الطريق، إنما يسمع مثلا حديث صحابي واحد أو اثنين أو ثلاثة، يعني مش الجمع الكثير اللي هو
تحيل العدد وتواطؤها مع الكذب، فيسمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي او اثنين او ثلاثه او هكذا، وبعدين يرمونه الاثنين بعديهم او الثلاثه بعديهم، يعني عدد مش دون ايه؟ مش اللي هو كثره التواطؤ، فده الحديث ده يسمونه حديث الاحاد. طيب المتواتر احنا بنقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. ده المتواتر، لانه مش معقول كل الجمع ده بالمواصفات دي هيتفق على الكذب، وفي شروط معينه في الجمع ده بحيث تحيل العاده تواطؤهم او اتفاقهم على الكذب. لكن حديث الواحد ده الصحابي طبعا مش هيكذب، لكن اللي روى عن الصحابي هو في احتمال يكذب، في احتمال او يغير الالفاظ يعني. يغير ما هو في بقى الروايه بالمعنى، الروايه بالمعنى دي تقبل مثلا من الفقيه، من الراوي الفقيه، ولا تقبل من الراوي غير الايه الفقيه. في احتمال الضبط بتاعه في النقل غير صحيح، في احتمال في الكذب، في احتمالات كثيره جدا. فالعلماء بذلوا جهودا شتى في ان هم يضعوا ضوابط ومواصفات قياسيه علشان نقدر نحكم ان الحديث اللي منقول بطريقه الاحاد دي هل هو فعلا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم يثبت. الاحاد ازاي؟ في اخبار الاحاد، يعني ازاي نستوثق ان النبي قال هذا الكلام؟ فنبدا نبحث في الرواه. الرواه دول في علوم خاصه بيهم، يعني كل الرواه اللي رواه الحديث في السنه كلها كل واحد فيه ليه سي في محطوط في الملف بتاعه الخاص بيه. اتولد فين؟ واتعلم على مين مشايخه؟ ومين تلامذته؟ وايه البلاد اللي سافر اليها؟ وسافر سنه كام؟ كل ده ليه؟ علشان بعد كده لما يجي يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان، ونلاقي ان مثلا واحد منهم مات سنه 100. اللي هو مثلا المروي عنه مات سنه 100. والراوي مات اتولد سنه 100. طب يبقى حدث عنه متى؟ بالظبط. يعني ده يعني انت لسه انا عايز لك 16 سنه عشان تعرف ايه الروايه. او نجدهم عصريين، يعني متعاصرين، ولكن احدهما مثلا في مكان والاخر في مكان ولم تثبت الرحله. يعني لم يرحل احدهما الى بلد اخر، لم يلتقي مثلا في العمر او في الحج او كذا. طيب هنا عندنا يعني اشكال في هذا الاسناد، وبالتالي الروايه دي انا مشكوك فيها. وبالتالي نقول ان الحديث ده لم تثبت صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. في فرق طبعا بين ان احنا نقول الحديث لم تثبت صحته او نقول يعني ثبت بطلانه. يعني فرق شاسع طبعا بينهم. يعني زي القاضي مثلا ممكن يكون متاكد من ان فلانا مثلا هو الذي قتل، شافه قتل. ومع ذلك يديله الحكم بالبراءه. ليه؟ لانه لم تثبت الادله. هو القاضي ما يقدرش يحكم بعلم نفسه، لازم يبقى عنده طالما قضيه قتل يبقى لازم يشوف السكينه والدم على الفوطه والتوقيت وكذا، في عنده ادله معينه عشان يقدر يحكم ان ده القاتل فعلا. هو ما عندوش ولا دليل من دول، بس هو عارف ان هو قاتل يعني. هو اعترف له بينه وبينه ان انا قتلت، بس ما مش بمجلس القضاء. ومش بالادله المثبته للقتل ده، فما يقدرش، فبيديله حكم بالبراءه. حكم البراءه مش معناه ان هو لم يقتل. حكم البراءه معناه انه لم يثبت بالادله انه قتل. يعني في فرق بين لم يقتل او لم يثبت بالادله انه قتل. فنفس الكلام احنا لما بيجي عندنا الحديث فيه خلل ما في الروايه، ان واحد روى عن واحد وده ما شافوش اصلا ولا قبل ولا كانوا في السن واحده ولا فعصر كده، احنا شكينا في الروايه دي، فبنقول ايه؟ لم تثبت عندنا صحتها. يعني مش عارفين، يمكن النبي قالها ويمكن ما قالهاش، مش قادرين نحدد. انما ساعات بنلاقي بقى ان في الرواه اللي رووا الحديث توفرت فيهم شروط الايه؟ الصحه، المواصفات القياسيه. فده بنقول حديث صحيح، لكن طبعا كونه صحيح ده في احتمال بقى، يعني ممكن الراوي صادق ودقيق في النقل والى اخره، لكن ممكن حصل خلل ما. بس احنا في مجال العمل مش بالضروره ان احنا نقطع. يعني لو جه انسان اخبرني بان مثلا هناك حريقا في المحل بتاعي او كذا، مش هقول له لا انا مش متاكد من كلامك. هرجع على طول اروح اطفي الحريق او احاول اشوف الوضع شكله ايه. فاحنا في مجال الاعتقاد لا، يعني الاعتقادات الدينيه نحتاج الى التثبت باخبار قطعيه. انما في مجال العمل في الصلاه، في الصوم، في البيع، في الشراء، في القرض، في كذا وكذا، يكفينا ان احنا يثبت عندنا صحه الحديث حتى ولو على سبيل الايه؟ على سبيل الظن. العقيده بقى الاسلاميه اللي هي منها الاعتقاد في الاسراء والمعراج. العقيده الاسلاميه منها يعني اشياء اساسيه ثبتت بطريق قطعي. مثلا كالايمان باليوم الاخر، ده امر قطعي عند المسلمين. الايمان بنبوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا امر قطعي عند المسلمين. لا خلاف فيه. الايمان بوجود الاسراء والمعراج، هذا امر قطعي عند المسلمين. الايمان بوجود نعيم في الاخره وعذاب في الاخره. هذا امر قطعي، يعني منقول بطريقه التواتر، امر قطعي. لكن العذاب مثلا في الاخره لا
ليه تفاصيل معينه. اه عذاب القبر ليه تفاصيل معينه، يضيق القبر مثلا على صاحبه، مثلا يعني ياخد مثلا ثعبان الشمال اقرع. اه يعني انا بدون اقطع كلام حضرتك، حضرتك في الجزئيه دي كان برضه لها نقاش وجدال كبير جدا في وصف عذاب القبر. يعني في القران ما هو موجود يضيق صدور، يعني كلمه يضيق والكلام ده بتدي احساس بان الانسان في العذاب في القبر، يضيق القبر او ظلمه القبر او الى اخره. اما حكايه الثعبان والاقرع والكلام دي قالوا انها اقاويل اكتر منها حقائق في عذاب القبر. لا هو انا ما اقدرش اقول كده بالتحديد يعني، اصل دي كلها خلي بالك حضرتك دي نقاشات حاليا موجوده على شاشه التلفزيون والواحد بيقعد يسمع لها، وبعدين الواحد طول عمره بيقرا وفجاه لقى الجدال من الناس. يعني واحد هو بيناقش قال له ده لو حد كان دخل قبر ما هو عمره ما هيطلع من القبر يوصف القبر فيه ايه؟ انتهى مات. لكن اللي احنا موجود عندنا في القران وفي ايات بتقول ان بيضيق القبور علينا وظلمه القبر والكلام ده او وحشه القبر، لكن ما اتقالش بقى ان في الثعبان الاقرع والكلام ده وانا اتمنى شخصيا ما يكونش في الثعبان الاقرع حتى ولا الكيف بتاع يعني، وما عنديش مشكله يعني، بس يعني مش قضيتي في الحياه ان انا اثبت وجود الثعبان الاقرع او لا اثبته، لكن انا يعنيني طريقه التفكير والعقليه اكثر منها يعني العقليه هتؤدي بقى الى ايه يعني هتقتنع بيه او ما تقتنعش، لكن ما هو اللي يهمني اكثر. فدايما انا بتعرض عليا قضيه في الدين او في غير الدين ببحث في عده مستويات من التحليل. المستوى الاول من التحليل ان هل هذا الامر من الناحيه العقليه ممكن او غير ممكن؟ في احنا عندنا حاجه اسمها احكام العقل الثلاثه. يعني العقل لما بيجي يحكم على اي شيء اما بيحكم بوجوب هذا الشيء اللي هو لا يتصور في العقل انتفاء هذا الشيء. يعني مثلا في علم الكلام عندنا يقول لك مثلا وجوب تحيز الجرم، الجرم اللي هو الجسم ده كده جسم اهو. وتحيزه معناه ان هو ياخذ حيزا من الفراغ. هذا في العقل امر واجب، يعني لا يمكن يتصور جسم لا ياخذه حيزا من الفراغ. فنحكم على التحيز بانه شيء واجب. طيب ان النقيضين يجتمعان، ان يكون مثلا حازم اللي هو انا مثلا موجود في هذه القاعه الان وحازم غير موجود الان، هل يمكن ان القضيتين دول يجتمعان في الصدق؟ لا دول متناقضتان، فلا يمكن ابدا ان المتناقضين يجتمعان صدق. فاذا ده اسمه استحاله عقليه. انما مثلا الجسم الفلاني الحركه بتاعته ممكنه في العقل ولا واجبه ولا مستحيله؟ الحركه بتاعته ممكنه. ممكن. وسكونه او عدم الحركه برضه ممكن. فاذا يحكم على الحركه او السكون بانهما ممكنان، لا واجب ولا مستحيل. فاول مستوى من التحديد لما بتيجي تقعد هذه القضايا العقليه ان هل هذا الامر اصلا داخل في دائره الاستحاله؟ فده على طول هكنسل عليه. ولا في دائره الوجوب؟ وده هيبقى قليل جدا يعني. مش هيحصل عليه خلاف اصلا لو هو في دائره الوجوب العقلي. ولا هو في دائره الامكان العقلي. فمثلا وجود مش الثعبان الاقرع بقى اللي هو بمواصفات ممكن تتعرض في السنه، لا وجود اي حاجه ثانيه يعني وجود مثلا ثعبان دي مثلا 3715 مثلا ديل و700 مثلا راس وكذا. لو فرضنا ان حاجه زي كده قيلت، اولا ده امر الناحيه العقليه ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن ربنا يحكم كذا ولا لا؟ ممكن. طيب إذا ممكن. طيب الحاجة الثانية بقول طيب هو ممكن بس هل كل حاجة ممكنة هي موجودة فعلا؟ يعني هل ممكن تبقى في سيارة ندوس على زرار في زحمة المرور دي مثلا؟ يعني ده خيال علمي عندي إن يبقى في زرار أدوس عليه لما الدنيا تبقى زحمة فدوس على زرار فالعربية تطلع لفوق وأعدي الإشارة وأروح نازل في الشارع لما يبقى فاضي. وهختار إن أنا أنزل لأن أنا بستمتع بقيادة السيارة. فده خيال علمي بس وده من الناحية العقلية أمر ممكن. يعني يتصور وقوعه في الحياة. ولكن هل معنى امكانه فعلا هو واقع؟ الى الان ليس واقعا يعني. لا بره موجوده موجوده والله. طب كويس يعني بتروح وتلف وكله وتنزل على المكان اللي هي طيب كويس اليابان. طيب كويس يعني خلينا نتخيل اي حاجه، مش كل شيء ممكن يعني يتصوره العقل وهو ممكن من ناحيه العقل هو واقع فعلا. فانا بقول الشمال الاقرع ده الثعبان اللي ليه مواصفات معينه وردت في روايات. اول حاجه هل ده من الناحيه العقليه ممكن؟ اه ممكن. طب هل هو واقع فعلا؟ ولا ليس واقعا وهو خرافه؟ من حيث الوقوع الفعلي، هل هو خرافه يعني حاجه مش موجوده يعني
الغول مثلا ده حاجه مش مفيش حاجه اسمها غول. مفيش حاجه اسمها العنقاء. مفيش حاجه اسمها الخل الوافي يعني العنقاء والخل الوافي. تمام كده يعني على شكل قول الشاعر. فدي حاجات مش موجوده لكن ممكن تبقى موجوده يعني كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يوجدها. لكنها في الواقع لم توجد. طيب الشجاع الاقرع ده في الناحيه العقليه ممكن لكن من حيث الوجود الفعلي هل هو موجود فعلا ولا ده يعني خرافه او حاجه ليس لها ايه؟ وهنا بقى نحتاج ان احنا نرجع للمنهج. نرجع نقول ايه هي مصادر المعرفه عند المسلمين؟ فمصادر المعرفه كثيره منها مصدر العقل ده مصدر المعرفه. الحواس الخمسه. وفي الحواس الباطنه دي مصادر للمعرفه. الخبر المتواتر يعني ما هو الاسراء ده بالنسبه لنا ثبت ازاي؟ يعني قبل ما ينزل في القران ثبت عند الناس اللي سمعوا النبي لما جه قال انا اسري بيا من كذا كذا وعرج بي الى السماء كذا كذا. فده خبر اصبح ثابتا عند من سمع من الرسول حتى قبل ان تنزل سوره الاسراء. وبعدين نقل هذا الينا بطريق التواتر. فدي كلها مصادر للمعرفه اليقينيه الجازمه. انما في بقى مصادر للمعرفه الظنيه اللي هي بقى في يعني طبعا الشجاع الاقرع ما هوش مش مسائل قطعيه. يعني ثبوته فعلا او وجوده ما هوش امر قطعي. وما هوش امر وحش يعني لو في شجاع اقرع يبقى يستاهل الكفر ان هم يتعذبوا مثلا او يصابوا. ولو ما فيش يبقى احنا اقرع نرحمهم برضه يعني مش لازم يعني يتعذبوا يعني. يا رب ربنا يرحمهم كلهم ويرحم كل عاصي. مفيش مشكله يعني. لكن لو وجد اكيد هيبقى في اطار عبد الله سبحانه وتعالى. تمام كده. طيب هل هو موجود في الاحاديث ولا مش موجود في الاحاديث؟ انا مبلغ علمي وان كنت لست متخصصا في يعني في دراسات الحديث يعني بشكل تفصيلي، لكن مبلغ علمي ان هو يعني موجود في الاحاديث. يعني وجود هذا الايه الثعبان الاقرع. لكن ضربته ايه في الحديث؟ ضربته ان هو ثابت على سبيل الظن وليس على سبيل القطع. ثابت على سبيل الظن يعني ايه؟ يعني انا يكفي ان انا اعتقد ان القبر فيه عذاب وفيه نعيم. تمام كده؟ طيب تفصيلات العذاب ايه وتفصيلات النعيم ايه؟ والله لو انا يعني غلب على ظني او ثبت عندي ان الحديث ده فعلا صحيح هعتقد هذا بس على سبيل الظن. ولو انا شايف ان ايه؟ ان لا الحديث ده يعني ما هو فيه الشيخ الغزالي مثلا الله يرحمه في احاديث معروفه وثابته وصحيحه في كتب السنه والشيخ الغزالي مثلا يعني كذبها السيده عائشه نفسها كذبت بعض الاحاديث اللي هي ثابته في الاحاديث يعني صحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمفيش مشكله ان الناس تناقش طالما هي حاجه اصلا على سبيل الظن ان احنا نناقش. ممكن عقلي ما يتقبلش وجود هذا الحديث بس يعني لازم احدد انا مش متقبله ايه من الناحيه العقليه. لا انا مش متقبله من ناحيه ثبوته ان هو لم يثبت عندي الراي فيه مشكله. طب مثلا حديث المعازف موسيقى مثلا والغناء دي قضيه برضه مهمه يعني. اللي بيحرموا الموسيقى عمده التحريم عندهم ادله كتيره جدا بس كلها يعني كلها في شنك يعني من وجهه نظر على القلب. يعني مثلا ومن في القران ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. ففي صحابي ابن عباس فسر كلمه لهو الحديث بانه الغناء والموسيقى. تمام كده. فهم يعني وطبعا لهو الحديث مذموم في الايه. ولهو الحديث هو الموسيقى يبقى الموسيقى مذمومه في الايه. ده خلاصه تقرير العالم بتاعه. فطبعا الكلام ده مش مظبوط. اولا ان تفسير لهو الحديث بان هو الموسيقى والغناء ده قول صحابي قد يصيب وقد يخطئ. يعني مثلا ابن عباس مثلا نفسه ده حبر من احبار الامه يعني راجل كبير بس مثلا ليه في تفسير مثلا قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ففسر السفهاء بالنساء. فهل انا كانسان مسلم عاقل مش هقول ابن القرن ال 21 لا انا ابن القرن ماينس 7 مثلا. تمام كده. هل انا اتقبل ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق الانسان ويكرمه ويصدر له التشريعات وفي الاخر يعني يصفون بالسفهاء يعني ولا تؤتوا السفهاء يبقى النساء. فده تفسير ايه مش يعني فيعني ابن عباس طبعا حبر جليل ولكن يقبل منه ويرد ككل انسان. فابن عباس فسر له الحديث بان هو الموسيقى. فدي اول نقطه بعمل عليها الاستفهام او بعمل عليها يعني انا مش مسلم ان له الحديث هو الموسيقى. طيب لو فرضنا جدلا ان هو الموسيقى تمام كده والغناء. طيب هل المذموم في الايه هو الموسيقى ولا المذموم اتخاذ نحو الحديث للاضلال عن سبيل الله؟ ما انا ممكن اروح اشتري مصحف ويبقى شراء المصحف كفر مش حرام. شراء المصحف ممكن يبقى كفر. ليه؟ انا عندي عقيده فاسده ضد المسلمين او ضد الاسلام ورايح اشتري المصحف بغرض ان انا اجي ثاني يوم مثلا في ميدان كبير واروح حرقه او دايس عليه او مقطعه او كذا عشان يهين مثلا المسلمين في عقائده.
يبقى ده كفر. يعني شراء المصحف نفسه ايه كفر؟ فلا هو الحديث اللي هو الموسيقى او الغناء او المسرحيات او التمثيل او ان احنا قاعدين كده نعمل حواديت مع بعضينا او نتفرج على ماتش الاهلي والزمالك، كل ده هنفترض ان هو لا هو الحديث. هل ده في حد ذاته مذموم في الايه؟ لا، ده المذموم اتخاذ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. يبقى هذا هو المذموم. انا رايح اشتري سكين عشان اقطع الطعام وكذا، حلال ممكن يبقى مندوب كمان عشان هيسر لي امور معينه، لكن رايح اشتري السكين عشان اقتل واحد حرام ومن اكبر الكبائر. فنفس الكلام الاتخاذ ده والحديث للاضلال عن سبيل الله طبعا بلا شك ان هو مذموم، كما كان يفعل مثلا مشرك العرب انهم كانوا في المواسم يستقبلون الايه الوفود ويحكون لهم القصص حتى يصرفوهم عن استماع دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. فده الايه نزلت في مثل هذا، فما فيش عمده في القران، لكن عمدتهم الحديث اللي ثبت اللي هو في صحيح البخاري اللي هو يعني لياتين زمان على امتي يستحلون فيه الحرى والحريره والخمره والمعازف. الحرى اللي هو الزنا، والحرير طبعا حرام على الرجال، والخمر معروفه، والمعازف. فاللي بيستدل يعني اللي بيقول ان الموسيقى محرمه بيستدل بهذا الحديث. فاحنا بقى بنناقشهم في هذا الحديث، بنجد ان الحديث رغم انه مرمي في البخاري لكن السند بتاعه فيه اشكالات، في انقطاع في السند. الحاجه الثانيه انه في معناه في تأويل، يعني هل المقصود تحريم المعازف؟ يعني لو فرضنا ثبوت الحديث فعلا، هل المقصود تحريم المعازف يعني وحدها ولا المقصود تحريم الصوره مجتمعه؟ يعني الصوره مجتمعه، يعني ان الموسيقى زمان ما كانش فيه سي جي وفلاشه وكذا، كان في الدوكيومنت كان لازم يروح يسمع مثلا في المجالس. المجالس دي كانت غالبها الخمر والزنا والترف في لبس الرجال الحرير وهكذا. ففي احتمال في المعنى ان يكون المحرم هو ايه؟ هو الصوره المجتمعه وليس كل جزئيه من جزئيات الصوره. يعني انا مثلا ممكن اقول ومن الناس من يروح يجيب شريط كاسيت فيه اغاني ويروح يجيب مثلا كيلو كباب ويروح يعمل كذا ويروح يسرق شقه. فسرقه الشقه حرام، لكن هو اشترى كباب عشان يتقوى على سرقه الشقه، دي حاجه يعني يكون ياكل كباب ولا ياكل اي حاجه، او يروح يشتري مثلا مفك عشان يطفش الباب. هو المفك في حد ذاته حلال، لكن يستخدمه في مثلا فيفك القفل او كذا، ده اللي ايه اللي محرم يعني. فالشاهد ان قد يثبت الحديث، لكن العالم بيناقش في صحه هذا الايه الحديث. المجال في هذا متسع، مفيش مشكله فيه. فنرجع تاني للقضيه الاصليه اللي هي قضيه الايه المعراج، اللي هي هل التفاصيل الثابته في المعراج، التفاصيل الثابته المرويه، مش نقول الثابته، المرويه في المعراج، التفاصيل المرويه في الاسراء، التفاصيل المرويه في عذاب القبر، التفاصيل المرويه في شتى في شؤون العقيده الاسلاميه وغيرها، هل التفاصيل دي يجب قطعا على المسلم ان هو يعتقدها؟ لا، ما يجبش قطعا ان هو ايه؟ يعتقدها، انما يجب ان هو يعتقد في المجمل ان في حساب في الاخره، ان في عذاب ونعيم في الايه في الاخره. تفصيلات هذا العذاب وتفصيلات هذا النعيم قد لا ايه يعني لا تفرقه كثيرا يعني. فلذلك انا شايف ان حتى اثاره القضيه دي بيلفت النظر وبيضيع الجهود عن القضيه الاساسيه. خلينا دايما نمسك القضيه الاساسيه. القضايا الفرعيه ما نقاش فيها بل يعني في عندنا فيها طرف الافراط والتفريط. ان في ناس تتكلم مثلا عن هذه التفاصيل وتجعلها في نفس المرتبه مع القضايا الكبرى. فده خلل، ده افراط، يعني اجي في تفصيل في يعني في مثلا فيلم اعراب وادافع عنها دفاعي مثلا عن فرضيه صلاه الظهر، او دفاعي عن ان في حساب في الاخره. طبعا ده خلل، يعني الادراكات زي ما اتفقنا حتى من غير دين ومن غير شريعه، الادراكات متفاوته. فلما انا اجعل كل الادراكات على مرتبه واحده ده يبقى خلل في هذا الشخص. والجانب المقابل ان احنا في عندنا خلل اخر اللي هو التفريط، اللي هو بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لمجرد ان في يعني في عوامل معينه بتخليني مش عايز اتقبل هذه الفكره المعينه، نتيجه بقى ثقافات، نتيجه البيئه، نتيجه اي تفكيري انا كذا، فبالتالي يسارع الى ايه؟ الى انكار هذه الاشياء بلا بينه وبلا منهج. يعني انا ممكن اناقش في ان انا بقول الحديث ده غير ثابت، مفيش مشكله عندي، لكن ان انا اعتبر ان هو يعني اعتبر ان الشخص اللي ثبت عنده الحديث ان ده مثلا صاحب عقليه خرافيه او كذا، ده هو الخلل هنا. فاحنا عايزين يعني نتشبث بالمنهج، وبعدين في التفاصيل الصغيره اللي هي ادراكها ما بيكونش قطعي، يبقى في مساحه من التسامح والنقاش العقلي الحر اللي ممكن نسمع فيه اي حاجه.
يعني نسمع في اي قول ولا تضيق صدورنا كده يعني، ونعتبر ان هو يعني سبيل الى الوصول الى تفاهمات معينه، الى قناعات مشتركه، الى ان حتى على الاقل يلقى كل على قناعته ويقدر كل ما عند الاخر، يعني نتعلم ان احنا نتعايش مع بعضنا حتى مع اختلاف الاراء. هو جميل ان احنا برضه مع حضرتك، ما حضرتك بتتحدث عنه هو ان احنا يعني بداخلنا لما بنسمع احنا بنبقى برضه مع التحليل، مع ده صح، بس احنا لما يتكلم المسؤول اللي هو دارس وعلى علم وعنده الفقه اللي بيتكلم بيه، فانا ما اقدرش اجادل معاه، لكن لما يتجادلوا هم على نفس المستوى فاللي بيسمع بيبقى في مشكله. هو دي مشكله ثانيه يا دكتوره، ان هو للاسف الشديد يعني لو احنا دلوقتي في خرجنا يعني لو في واحد فتح عياده لمعالجه المرضى وما هوش ما عندوش اذن، يعني لو خريج كليه الطب بس ما عندوش اذن ورخصه قانونيه لمزاوله المهنه، هنعمل فيه ايه؟ القانون يسجن. المفروض القانون يسجن. طب لو واحد ما عندوش اي فكره عن الهندسه والتصدى لبناء عماره يتسجن. طبعا يتسجن. طيب مش معنى القضايا الدينيه والقضايا الفكريه متروكه يعني لاي حد يتكلم فيها، فدي قضيه. القضيه الثانيه ان من الذي يتصدى للقانون يعني حتى اللي بيرتدون الزي الازهري او يعني يظهرون في مظهر العلماء، للاسف احنا التعليم عندنا يعني انا طبعا ليا وجهه نظر في 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 التعليم في الازهر، في جامعه الازهر. الازهر في الاساس جامعه دينيه لتدريس العلوم الدينيه. ايوه. اللي هي كثيره متنوعه، الفقه واصول الفقه وعلم الكلام والمنطق والبحث والمناظره وعلوم اللغه طبعا بفروعها وعلوم الحديث والسنه وعلوم التفسير والقران وهكذا. ففي الاساس الازهر جامعه لدراسه العلوم الدينيه اللي احنا نحتاج اليها كاحتياجنا الى البيولوجي، كاحتياجنا الى الطب، كاحتياجنا الى الهندسه، دي الى القانون، كل تخصص في الحياه محتاج يعني كل يعني حاجه في الحياه محتاجه لتخصص، محتاجه للناس يدرسونه بشكل متخصص. مع طبعا مراعاه الثقافه الموسوعيه، يعني عالم الدين ما ينفعش انه يكون في معزل عن الايه؟ عن الواقع. حتى الواقع السيء. يعني انا النهارده كنت في رحله كده يعني في وانا راجع القاهره كان معايا ناس ومعايا بنت كده يعني قريبتي يعني كانت بتقرا قصه كده اسلوب طبعا هابط يعني قصص هابطه جدا يعني. فانا انبسطت من ايه من انا قاعد طبعا سايق العربيه وايه وهي قاعده ورا وعماله تقرا لنا في الايه في القصه دي، فانا يعني اعتبرت ان وجودها بالنسبه لي مفيده ان انا قدرت اتعرف على يعني على جزء من الواقع، على لغه في كتابه القصص اللغه الدارجه اللي كانت في الكتاب. انا فوجئت بيها صراحه، صعبت يعني من الايه من المستوى ده. فعالم الدين محتاج ان هو يكون عنده معرفه بعلم النفس، بعلوم الاجتماع، بالتاريخ، بكذا. لكن المشكله ان الازهر في قانون تطوير الازهر في الاصدار في الستينيات ان هو خلى دراسه الهندسه بقت تخصصا في الازهر. دراسة الاقتصاد أصبحت في كلية التجارة في الأزهر وهكذا. وطبعاً في طبعاً عوامل مجتمعية خلت إن الطالب المتميز في الأزهر يدخل الهندسة ويدخل الإيه الطب، اللي يفشل في الثانوية الأزهرية يروح الشريعة ويروح أصول الدين. فكما يعني يقول الشيخ الغزالي الله يعني يرحمه كان يقول إيه يعني لا يدخل الكليات الشرعية دي إلا المتردية والنطيحة وما يعاف السمع ان ياكله، يعني السمع ايه ربنا ما يحشوش. وقص في كتاب ليه اظن هم داعيه او يمكن كتاب تاني مش متذكر، قص قصه كده لطيفه جدا ان في واحد رزق بطفل والطفل ده عنده مشكله في البصر يعني شبه اعمى. فقال ايه انا وهبت ابني للازهر. الشيخ الازهر بيحكي هذا بيقول وهبت ابني للازهر. فالشيخ الازهر بيعلق بيقول على طريقة ويجعلون لله ما يكرهون. يعني هو لو ابنه ذكي او كده ما يدخلوش الازهر. لكن لو ابنه بقى غبي او فيه قصور او كذا يدخلوا الايه؟ يدخلوا الازهر. الحمد لله طبعا مدخل بنتي ساره ومصطفى ابني. ربنا يبارك فيك. دخلوا الازهر مع ان انا شايف طبعا المثالب وكده، بس انا يعني قلت ما ظبطتش انا ادخلهم الازهر وانا يعني عندي قدره على بيتهم وكده يبقى فينا يدخل. عايزين نعمل الميزان شويه. المشكلة ان دخل بقى في الكليات الشرعية دي اللي هم بقى ايه الناس الفقراء من بيئة اجتماعية متدنية من بيئة عقلية محدودة
وبقى اصبحوا هم الايه المشايخ دول بقى اللي حضرتك دلوقتي بتشوفيهم على الايه على التلفزيونات دارسين ازاي الاذهان بيتكلموا كلام شاد يعني حتى لما ببقى موجود خطبه الجمعه دي بالنسبه لي مثلا من اصعب الاشياء اللي في حياتي يعني ان انا رايح احضر خطبه الجمعه ده شيء صعب جدا مستوى اللغه مستوى تفكير محقق العناصر بتاعت الخطبه مش مترتبه مع بعضيها فيها حاجات خرافيه طويله النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعه بمقدار سوره القاف يعني 10 دقائق مثلا وزاره الاوقاف عندنا طلع قرار ثلث ساعه بس خطبه الجمعه المفروض ما تزيدش عن كده يعني مش جايب الناس عشان اعذبهم دي حاجه حضرتك ما بتوديش الشيخ بتاع يوم الجمعه ان حضرتك تديله التعليمات دي علشان هو يقوم من نفسه ليه حضرتك يعني حضرتك المفروض ما تسجلش قاهره المفروض حضرتك تقعد وتقومه وتصلح له علشان هو يقوم من نفسه ما ينفعش ان احنا نشوف الغلط ونسيبه هو عشان اصلح فيه يعني اصلح له مقومات يعني ماشي الملاحظ هو اللي حضرتك بتقوله ده صح وكل حاجه ان الخطبه لازم تبقى 10 دقائق وتبقى حاجات هادفه وتبقى اللغه والحاجات اللي النقط اللي انا حضرتك قلتها دي مهمه جدا فليه حضرتك ما تقعدش معايا وتقومه بالكلام اللي حضرتك قلته جميل طيب يعني انا يعني ممكن يبقى ليا وسائل مش لازم اقعد معاه مباشره لكن ممكن نمشي مثلا على وسائل الاعلام او كذا يكون يعني ممكن انا بنشر مثلا مع حضراتكم في حد اضرب مني بهذا الكلام لكن مثلا انا اثرت هذه القضيه الان ممكن حضراتكم تتحمسون لها وتبداوا تسيرونها في اوساطكم وكذا فده نوع برضه من الاصلاح يعني بس الشيء انا بقول لحضرتك ان دي اللي انت بتشوفيه على التلفزيون دلوقتي وبعدين دخل بقى على الخط كمان مين اللي بيسموهم الدعاء الايه؟ الجدد اه دول دخلوا على الخط تاني ناس يعني ناس ما عندهمش اي ثقافه ولا درايه ولا كذا ولا درسوا ولا مجتهدين ولا عندهم علم ابسط الاشياء انا يعني انا مع حضرتك يعني اختلافهم في الاراء ويتخانقوا مع بعض على مش بعد اذنكم يعني بس انا احمل المسؤوليه صحيح ولا اولا واخيرا احنا كلنا المرجعيه الدينيه بتاعتنا المفروض ما تخرجش عن المسجد فاذا اصبح فشل يرد على الناس دي لا انا بقول انا حضرت انا ما بسمعش الحاجات دي انا بقول اصلا فشل يعني اعتمادي له يعني بس فشل حضرت قاعده واحده ما كنتش اعرف ان هو اسلام بالغ خالص قاعده واحده مناظره مع شيخ من الازهر ما اعرفش والله حتى ومع الاسف الشديد انا شجعت القعده دي اسلام البكري وانا مرضاتي انا بقول لك الحق بس مش 100 يعني لقيت ان في كلام وفي شيء لقيت ان كلامه منطقي تاني ما عرفش يرد عليه معلش ما انا برضه يعني فالنهارده انا بقى قاعد في جامعه الازهر الاسبوع اللي فات وقيمه 4 ايام في جامعه الازهر فكنت قريبه من الجو جامعه الازهر دي جامعه عالميه جدا عندهم فلوس بالهبل ويا ريتهم كانوا استخدموا الامكانيات اللي عندهم دي في يعني في حمايه الدين المصري. يعني كلهم سمحوا بدخول فكر الوهاب وفكر الاخوان وفكر الغلاوي دي كلها دي هم كانوا فين؟ انا احملهم المسؤوليه. هم راحوا يا فندم راحوا السعوديه راحوا قطر مستفيدين وخدوا فلوس يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه فاصبح بيخدم يعني الشيخ القضاوي مثلا ده عقليه من الناحيه الفقهيه عقليه ممتازه يعني يعني تقييمي انا في العلم الشرعي لكن هو مشكلته ان هو عاش في قطر لمده 50 سنه فحتى لما بيجي يكتب لازم يعني كتابه لازم الكتابه متلونه بلون الفطر ده دوارين اه لانه بيراعي المكان اللي هو موجود فيه يعني النهارده ما حدث قد حدث يعني وحاله البلبله اللي جوانا دي يعني كوني اقعد زي الدكتوره بعد قدام التلفزيون كده وابقى متشككه جوايا وعندي 60 سنه ده طبعا مسؤوليه الازهر لان هو ما عرفش يحطني على التوقيت السابق. صح؟ صحيح. يعني النهارده سيبك من احنا الكبار الاجانب الجديده اللي طبعا مش هشوف عن اي حاجه بقى مشكله. يعني النهارده بيتكلموا على ان هم ما بيعتقدوش في دين علن ظهر وظهار يعني ازاي؟ النهارده الازهر كده زي ما عرفتوا الازهر النهارده لازم يركز ولازم يبقى فيه في كل يعني كل دوران كده شارع واحد اسباني فاهم بيتكلم وينقذ الامه امه الاسلام. يعني انا شايف ان في بوادر ايجابيه طبعا انا مع حضرتك تماما في مسؤوليه الازهر يعني بس هو احيانا بيبقى القائم على المسؤوليه يعني الشيخ احمد طيب على ما انا شايف مثلا شيخ الازهر ده يعني واحد من الرجال الافاضل ان هم يحملون هم القضيه اللي احنا بنسافر
لكن هو المشكله ان في جزء بقى من الروتين والفساد وغيره. انا لسه كنت قاعده مع جامعه الازهر وفوجئت امبارح دكتور عبد الحي. فهو يا فندم في اخبار ما تتنشرش يعني دي بتهز العقيده. هقول لحضرتك حاجه يا فندم، في اخبار ما تتنشرش يعني دي بتهز العقيده. يعني هو مثلا شيخ الازهر، الشيخ احمد طيب لما جه مثلا من عده سنوات كان الازهر طبعا قعد فتره يعني يدرس مثلا في مستوى الثانوي والاعدادي يدرسون ما يسمى بالفقه الموسع. يعني حاليا طبعا اتلغى الكلام ده ورجع تاني للاصل. يعني في انا مثلا ليه في اولى ثانوي على مثلا الحنفي في الشافعي في الحنبلي في دراسه متخصصه في كتب دراسيه بتقرا بمنهج معين وهكذا. فجه في مرحله ما يعني عده سنوات بسيطه في عهد الشيخ طنطاوي شال الكتب دي كلها وبقى يدرس الفقه الايه؟ الميسر. واصبحت الدراسه مثلا في الجامعه الازهريه للكتب المذكرات الاساتذه. واحيانا يعني عفوا الاستاذ ممكن مش عارف يكتب عنوان الكتاب بشكل صحيح لغه يعني حتى على الاقل. وحاجات بقى مهازل جوه الكتاب يعني في المضمون وفي المحتوى العلمي يعني مهازل. فالشيخ احمد طيب يعني لما اصبح شيخ الازهر بدا يعمل ايه؟ يعني يعدل الكفه تاني. ورجع لدراسه المنهج الاصلي اللي كان يعني خرج العلماء على المدار. لكن هو المشكله مش في يعني ده الشيخ الازهر ده واحد مفردي ممكن حواليه بعض الناس اللي على نفس المنهج وكده. لكن هو المشكله طب هو هيرجع يعني انا مثلا ابني في المدرسه طبعا حضرتك عارفه يعني في اختلاف في المنهج مثلا بين علماء الكلام الاشاعره والماتريديه وبين مثلا الحركه الوهابيه والتيار السلفي والاخواني وهو الى اخره. في طبعا تفاوت تام في التفكير. يعني انا رحت مره مدرسه ساره ومصطفى ودي مدرسه ازهريه ولقيتهم حاطين في الريسبشن بتاع المدرسه مجله التوحيد دي مجله بتصدر عن جمعيه انصار السنه المحمديه. دي يعني اتجاه سلفي بحت. فانا دخلت للمدير طبعا هو عامل كده جزء من ان هو يجذب السلفيين للمدرسه. فدخلت للمدير بقى مش صاحب المدرسه المدير قلت له يعني المجالات اللي محطوطه في الريسبشن دي المنهج بتاعها بيتناقض 180 درجه مع منهج الازهر. انا مش بقول لك مين الصح ومين الغلط. مجالة التوحيد دي والفكر السلفي ده هو الحق الذي لا واحنا الباطل اللي ما فيش شك فيه يعني احنا الازهر بس انا جايب ابني في مدرسه الباطل. يبقى تدرسه الباطل تدرسه الباطل. تحط لي الريسبشن مجالات الباطل. تمام كده ما تحطليش مجالات الحق اللي هو السلفيه. تمام كده طبعا يعني ده اسلوب في الحياه. فمثلا انا ابن مصطفى في الازهر في سموحه شيخ الازهر عامل حاجه يعني الشعبه الاسلاميه على مستوى الجمهوريه مثلا حوالي 600 طالب فقط يعني 10 معايا على مستوى الجمهوريه دي بقى لها اربع سنين يعني حاجه يعني ان شاء الله تبقى كويسه. بس المشكله ان الاساتذه اللي بيدرسون مثلا منهج العقيده اللي هو يعتبر مفترق طرق بين السلفيين مثلا والمنهج الازهري اللي بيدرسوه احيانا متلوثين بالمنهج الاخر. تمام كده؟ فيعني ما عندهمش ممكن احكام فكره التخصص في افكار معينه داخل المنهج الازهري هم بيعملوه ضدها. فهو شيخ الازهر مهما كانت عنده يعني رؤيه اصلاحيه وكذا المشكله ان الادوات بتاعته يعني نتيجه عوامل التجريف والانهيار على مدار سنوات طويله مش بيمتلكها كلها. لكن انا شايف ان في بوادر ايجابيه صحيح هي مش كافيه بالنسبه لي لكن في بوادر ايجابيه. اصبح الان في جيل طالع كده من يعني من زملائي في السن وفي يعني في المتقاربين معانا في السن وكده لا اصبحوا يتكلمون بلهجه علميه وبلهجه يعني كانهم يعيدون المنهج السابق للازهر في امريكا. دي حاجه لكن طبعا عدد قليل جدا والكيف برضه مش لكن في تقدم. لكن المؤشر عندي المؤشر الامل عندي مش للناس اللي طالعه دي. مؤشر العمل عندي ان ما من مكان بجلس فيه زي المكان الفاضل اللي انا بجلس فيه حاليا او غيره من الاماكن الا وتثار هذه القضيه يعني ان المجتمع بدا يدرك الخلل. بدا يدرك العيب فين؟ بدا يدرك ان لا احنا ماشيين فين؟ رايحين فين؟ فبدايه الادراك دي بدايه الاصلاح اللي هو بقى ليه خطوات ممكن نوصلها بعد 10 سنين بعد 20 سنه لكن المهم ان احنا نبدا. اتفضل. انا طبعا اسف ان انا بتكلم اكتر بس لا 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 بس سؤالي لفضيلتك حوالين ما يسمى قضيه داعش. انا بسال فيها من شقين. الشق الاول انه صدر عن بعض علماء الازهر اتذكر حتى اسمائهم انه الى الان لا يستطيعون تكفير داعش شفت على اعتبار ان هم ناطقين للشهاده وبيقيموا بعض شعائر الدين. دي حاجه.
فانا عايز اعرف رايك حضرتك فيها ايه، لانه سببت شبه صدمه للناس اللي بتقرا كل هذه الافعال اللي بتدانيها، ويبقى بس مجرد ان المسلم بيقول شهاده او بيقيم الصلاه دون العمل باي محتوى يبقى ما زال مسلم. دي اول حاجه كنت عايز اعرف رايك فيها. الحاجه الثانيه، مع تحفظ الكامل على شخص اسلام بحيري، انما كان بيقول انه ممكن جدا ان اللي بيسترد اليه داعش في جرائمهم يكون اصلا نتيجه بعض التفسيرات الخاطئه لبعض ايات القران او احاديث مغلوطه او ضعيفه او مشكوك فيها. فانا عايز اعرف برضه رايك حضرتك في الشقين دول، رايك حضرتك في مدى تكفير داعش من عدمه؟ ثانيا، هل فعلا ديننا او معرفتنا الدينيه قد يكون ما زال فيها بعض الحاجات الشوائب اللي ممكن فعلا بعض اعداء الاسلام يستندوا ليها في جرائمهم ولا لا؟ طيب خلينا نبدا بالتاني عشان اسهل شويه. تمام. يعني مساله ان الفكر المنحرف في الاسلام، يعني اللي بينسب للاسلام كالتيار الوهابي مثلا، اللي ليه تجليات عنيفه مثلا في داعش ومثلا تنظيم القاعده ومثلا جماعه اسلاميه في مصر في فتره معينه وهكذا، الفكر ده بيستند على نصوص في كتب التراث. وهذه النصوص واحد من اثنين، اما انها صدرت عن ناس يختلف حولهم المسلمون هل هم من العلماء او يعني حادوا عن المنهج الصحيح، زي مثلا ابن تيميه وابن القيم. طبعا في من يرفعه في مرتبه كبيره، يعني التيار السلفي عموما يعني ممكن في المحاضره الواحده يقول مثلا 800 مره قال شيخ الاسلام ابن تيميه، تمام كده؟ وفي يعني من يرى ان ابن تيميه ان المساله مش مساله انه حفظ نصوص، يعني هو كان عقليه حافظه يعني يحفظ النصوص، لكن المعول ليس على حفظ الايه؟ النصوص الكثيره، المعول على حس الايه؟ النقدي. فانا مثلا عندي لم يثبت ان ابن تيميه صمد في كثير من القضايا اللي طرحها في التصوف او في علم الكلام او كذا، صمد في عند هذا المقياس اللي هو كلامه يعني من الناحيه العلميه موزون، خاصه في مواضيع النزاع، يعني يمكن في مجالات اخرى في الفقه او كذا يعني يشار اليه بالبنان في مجال مثلا الفقه على مذهب احمد بن محمد، لكن في قضايا التصوف في قضايا علم الكلام لا، قال كلام يعني على راي الشيخ علي جمعه، بس هو كان بيتكلم بقى على ابن القيم اللي هو تلميذ ابن تيميه النجيب يعني. فابن القيم بيقول ايه؟ ان ما ينفعش نقعد نقول الله 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 كده، يعني انت ممكن تقول سبحان الله، ممكن تقول لا اله الا الله، وممكن في الذكر احنا عندنا نقول اقعد اقول الله 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 وانا مستحضر معاني الذكر اللي انا بقوله ده. فابن تيميه ابن القيم بيقول ايه؟ بيحرمون هذا اللي هو يسمونها مساله الذكر بالاسم المفرد، يعني ما تقولش مثلا الله قدير ولا لا الله بس كده، فهم يحرمون كده. فابن القيم يقول ايه؟ يقول ان الواحد لو قاعد يقول الله 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 كده ما يدخلش، ولو كان كافر ولو قال الله مليون مره ما يدخلش الايه؟ الاسلام. طب هل ده يعني من ناحيه اي عقل دليل على ان الكلمه دي ما تنفعش تتقال؟ بقى في على فكره احاديث بالعكس، يعني عكس كلامك، بس هنفترض ان ما فيش. هل معنى ان الله، طب ما انت لو قلت سبحان الله 300 مليون مره ما تدخلش الاسلام، انت عشان تدخل الاسلام لازم تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، فلو قلت سبحان الله ما تدخلش الاسلام، يبقى معنى ذلك ان ما ينفعش الواحد يقول سبحان الله وبحمد سبحان ربي العظيم؟ فده فكره. فالشيخ علي جمعه انا فاكر يعني كنت حتى نزلت له على الفيسبوك شيرت الفيديو ده يعني بيناقشه في الموضوع ده، قال كان بيقرا السؤال كده من ورا، قال الكلام ده لو اتقال عندنا في جامعه الازهر نسقطه في الشفا. فمن ناحيه الصمود العلمي للمدرسه دي لا، انا بالنسبه لي لا، في خلل كبير جدا. لكن انا مش هفرض رايي على الناس، خلي واحد يعتقد ان ابن تيميه ده عالم فعلا. لكن هل هو عالم يبقى يؤخذ كل كلامه؟ ولا يؤخذ منه ويرد ويناقش؟ دي النقطه. ابن تيميه كان في عنده فكر متشدد شويه في قضايا معينه، فيعتبر اساس للعنف فعلا زي ما الاسلام الحيري قال، بس هو انا شايف الاسلام بالغ شويه في الايه؟ في الموضوع ده. وقيل ان هو حرف، بس انا ما تثبتش بنفسي ان هو حرف في الايه؟ في النقولات. لكن فعلا في حاجات، يعني في حاجات في كتب مش ابن تيميه بس، ده في حاجات في كتب التراث في كتب التفسير، زي ما بقول لحضرتك مثلا لو قلت السفهاء اولادكم يعني النساء، السفهاء بمعنى النساء، ان في كتب التفسير لكبار الائمه في كتبهم جايز هم ما قالوش بقى ودس عليهم او قالوا كانوا يعني نايمين في اللحظه دي يعني او صاحيين منهم مش مركزين قوي، هم ائمه اجلاء، بس لما يجي في كتب التفسير ويقول لي
ان الله سبحانه وتعالى خلق الرجال يعني ككائن مميز وخلق لهم الانعام وكذا وكذا والنساء، يبقى انا مطلوب مني كمسلم ان انا اتقبل هذا عشان دول علماء الاسلام؟ لا، هفضل احترم علمهم لكن مش هاخد الجزئيه دي. فالمشكله اولا ان في بعض الكتابات التراثيه فعلا هي مصدر للايه؟ للعنف. لكن المشكله انا عارف ده كويس يعني موجود حتى في كتب المذاهب الفقهيه في اشياء مثلا غريبه جدا يعني غير مقبوله انها تقال يعني حتى اصلا يعني انها تروى، لكنها موجوده في الكتاب. لكن انا عندي الكتاب 600 صفحه مثلا، انا بدرسه مثلا في الفقه الحنفي كتاب 600 صفحه، في مسالتين ثلاثه كده، لكن بقيه المسائل في منهج غايه في الدقه في يعني في تناول القضايا الفقهيه مثلا او كذا او كذا. فهل انا اهدر الكتاب عشان مسالتين ثلاثه؟ لا، انا ما بهدروش، ده انا لما بدرس المسالتين ثلاثه دول وبتناولها بالنقد، ده انا بعمل حاجات يعني لو انا في ايدي ان انا اطبع الكتاب واحسب الثلاث مسائل دول مش هعمل كده. لا، انا عايز الثلاث مسائل دول موجودين في الكتاب، والطالب الازهري يدرسه. بس هو هيدرسه ازاي؟ هيدرسه على ان هو ده الحق وان انا هاخده واطبقه؟ لا، المنهج الازهري مش كده. يعني ان انا هدرسه عشان انقده، عشان اتعلم ان مهما كان العلماء على درجه عاليه لكن كلامه بيؤخذ ويرد. وبعدين بيؤخذ بمنهج ويرد المنهج، بيؤخذ بالانطباع ويرد بالانطباع، انما بيؤخذ بمنهج علمي ويرد بمنهج علمي. حضرتك بالنسبه للفاهم، بس هي المشكله في اللي مش فاهم انه ياخذها كمرجعيه على اعتبار ان هي وردت في احد الكتب. ما هي دي بقى هنخش المشكله الثانيه اللي هي مشكله المرجعيه. الجماعات الاسلاميه زي داعش وغيره وغيره، يعني تصدرت ليه؟ ما هو داعش ده كان ممكن انا ابقى في داعش، كان ممكن ابقى في القاعده، كان ممكن ابقى في كذا، بس انا ربنا تغمدني برحمته واداني شويه عقل وخلاني اخش ادرس المنهج الصحيح. لكن كان ممكن يعني اصادف واحد مربي دقن قد كده ومحطه العلمة مثلا وبيتكلم بالدين بشكل معين، وانا مثلا يبهرني هذا الايه النموذج، وقد تكون في عوامل نفسيه او اجتماعيه او ايه او كذا دافعتني ان انا يبقى ده الشيء بتاعي وخلاص، وطبعا يعني غمالي عينيا وقفل لي عقلي وحشاهد الحاجه اللي هو عايز يشيك في عقلي ده، فكنت هبقى انا في القاعده او في داعش كذا. فهي المشكله بقى زي ما الدكتوره قالت ان هي مشكله ان مسؤوليه فين الازهر؟ المشكله انت عندك تيار سلفي بيصرف عليه تمام، وعندك الازهر ما بيصرفش عليه. يعني انا مثلا مشغول جزء من حياتي العلميه في اكل العيش، يعني الكسب انا عندي ولادي ثلاثه عايز اصرف عليهم، فممكن انا بشتغل في حاجات حتى من الناحيه العلميه، بس هي دي اللي جايبه ايه؟ اللي جايبه لي المولد اللي انا بقى. لكن مثلا هتلاقي الشخص السلفي، انا مثلا ليا كتاب في شرح العقيده الطحاويه اللي حضرتك اشرت اليه، الكتاب ده مثلا طبع مثلا ثلاث طبعات، المشروع طبع 1000 نسخه وطبع 500 نسخه، وفي طبع في المعرض الجاي مثلا 1000 نسخه، يعني 2500 نسخه. طب تعالى انا بقى خليني الف كتاب في المنهج في العقيده برضه في علم الكلام بس على منهج السلفيين، هيطبع منه مثلا 100000 نسخه تمام كده، لو خدت من كل نسخه 10 جنيه يبقى خدت 1,000,000 جنيه في كتاب واحد. والكتاب ده انا عملته في 3 اسابيع، يعني ما عملتوش في ايه؟ يعني عملته، ولو هعمل بقى كتاب على المنهج الوهابي هعمله في 3 ايام، يعني اسهل تمام كده وهكسب 1,000,000 جنيه. فانت المشكله متعدده، مشكله ان هنا في فلوس البترول في يعني مليارات اتصرفت على المنهج ده، بينما انت تجد في المنهج الثاني ما فيش حد بيصرف عليه. فطبعا النتيجه ايه؟ النتيجه ان ده ضعيف وده قوي. النتيجه ان الشاب هيروح ده وهيسيب ده. النتيجه ان الشاب في القاعده وفي داعش وفي كذا وكذا. فده شق في كلام الاسلام. بالنسبه لداعش القضيه مش ان انا اقول داعش كافر ولا يعني، هو انا علشان ارفض داعش لازم يبقى كافر؟ طب ما انا عندي كافر بحبه. يعني في كافر انا بحب، يعني كافر ما هوش يعني على غير الاسلام تمام، ففي ميزاني انا يعتبر كافر. الكفر ده طبعا عمليه نسبيه، يعني انا كافر بالنسبه لغير المسلم وهو بالنسبه لي كافر. وصف الكفر ده وصف نسبي، مش بالضروره ده وصف ذنب في الايه؟ في يعني من ناحيتي انا طبعا ده وصف ذنب، يعني من يبتغي غير الاسلام دينا لن يقبل منه. لكن اعذر بقى الخلق، يمكن ربنا يرحمه ويمكن كذا، اتمنى هذا. لكن في كافر في اخر في يعني انت حضرتك عايزني اتقبل المسلمين اللي شرائحهم مكسره ومش نظيفه واللي جامعاتهم رقم 717 على مستوى العالم مثلا يعني، واللي متاخرين واللي ما بيناقشوش قضاياهم بجديه واللي بيتركوا القضايا الرئيسيه، يبقى ده كده اللي هيبقى عاجبني. والكافر اللي عنده كل الحاجات دي على اعلى مستوى انا هرفضه؟
او هكرهه؟ لا. في يعني عايز اقول ان انا عشان ارفض داعش، عشان اخد موقف نفسي ضد داعش، موقف عقلي ضد داعش، عشان اقاوم داعش، مش محتاج ان انا توصفوني بانه كافر، انه ممكن يبقى كافر وعلمي. بس على الاقل انفي عنه الاسلام لانه محسوب علينا. ما هو اصل بص هو حضرتك الاسلام بلاش اقول كافر، اقول غير مسلم. المهم انه مسلم كافر. ما يحسبش علينا يعني، لان هو الاسم بيصدر في الاعلام الغربي انه ده هو ده الاسلام. فانا عايز انفي عنه الصفه دي عشان انا كمان يعني ما اتاذاش بسببه. طيب انا بس انا عايز اقول لحضرتك ايه بس الاول، من حيث الرب انا يعني هل في عاقل يقبل اي انسان ما درسش اي حاجه بالفطره كده يقبل ان مثلا المشاهد اللي حصلت من الذبح ومن التدمير والقتل في عقل يقبل هذا؟ هل في حد ما عندوش يعني استبشاع وكراهيه لهذا السلوك وهؤلاء البشر؟ فبالتالي يعني كل اللي انا عايز اعمله عشان اقاوم داعش وكذا ده متوفر حتى من غير ما كفره. ممكن يتوفر لو كفرته. انت حضرتك بقى بتشير الى قضيه معينه ان هو ده محسوب عليا. وبالتالي يعني انا مؤاخذ به. فطيب يبقى اذا دي خلاص دي مشكله احنا ضربناها. لكن عشان نعالج هذه المشكله قدامنا اكثر من طريق، من ضمن الطرق ان انا انفي عن الاسلام زي ما حضرتك بتقترح. لا ده مش ايه؟ مش مسلم. تمام كده وخلاص ما تمسكوش ليه؟ هل هذا الطريق هينجح فعلا ومش هينجح؟ هنفترض ان هو هينجح. ده طريق. لكن في طريق تاني انا رايي ان هو مزدوج يعني، ان اولا ان احنا نوجد بقى النموذج اللي ينظر اليه ويقال هذا هو الاسلام. الفكر الاخر. نوجد الفكر الاخر والسلوك الاخر وال يعني يعني المنهج الاخر وهكذا. والحاجه الثانيه ان احنا نتناقش بالعقل بقى يعني مع العالم كله في ان هل يعني تقييم المذهب المعين او الدين المعين او الطائفه المعينه بادبياتها وتنظيرها ولا بسلوك بعض افرادها اللي انحرفوا عن المنهج نفسه؟ يعني انا لما اجي اقيم داعش، لما اجي اقيم الاسلام، هل اقيم الاسلام بنصوصه الاصليه ولا حتى اقيمه بسلوك البشر اللي تطابقت تصرفاتهم وافكارهم مع النصوص الاصليه؟ هل ده هو المنهج العدل ولا اقيم الاسلام من خلال اناس انتسبوا اليه بس المنهج بتاعهم مناقض للمنهج الاسلامي؟ يعني فاي واحد عامه مع حضرتك تمام. فاذا انا قدامي السبيل ده ان انا اوجد النموذج المشرف المشرق وده اللي انا اصدره للعالم، والحاجه الثانيه ان انا اناقش بقى فكره ان دول يعني اسمهم مسلمين ما اسمهمش مسلمين، مش هي دي القضيه، اللي بيعملوه ده اسلام ولا مش اسلام؟ تعالى نجلس بقى الجانب اللي هو ضد اللي هو بيعملوه في الاسلام، وتعالى نناقش حتى ليه الايات اللي يعني اللي قد يستندون اليها وبين التفسير الصحيح ليها وهكذا. او بدل ما نمشي كده نمشي على اقتراح حضرتك ان احنا نقول دول كفار عشان نخلص من تبعاتهم وخلاص. ده برضه هيوصلنا ممكن للنتيجه. بس هي المشكله في كده ايه بقى؟ المشكله ان احنا اذا فعلنا هذا نكون قد يعني ممكن نبقى احنا الطبعه الاخرى من داعش. لان احنا يعني طبعا ما اقصدش يعني حضرتك، يعني انا بتكلم في الفكر عموما. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا برفض داعش ليه؟ برفض السلفيه ليه؟ برفض الاخوان ليه؟ برفض مثلا الجماعه الاسلاميه تنظيم القاعده، برفض ده ليه؟ عشان في سمات معينه في الحركه وسمات معينه في الفكر. في الحركه بتاعت يعني عنف. في الحركه في نفي للاخر. في الحركه في ضيق صدر وضيق عقل. ورؤية أحادية للكون وللأشياء وللدين وإلى آخره. في الحركة في فرض آراء على المجتمع وعلى الأفراد وعلى بنتي. تمام كده؟ لو أنا في هذا الفكر يعني. فده في حيث السلوك والحركة. برفضهم من حيث الفكر إن هو بيتبنى دائما التشدد، يعني الموسيقى حرام والنقاب واجب واللحية واجبة وما ينفعش، لازم أقل حاجة تبقى قبضة، لو أقل من قبضة مثلا ومساويتها ويبقى شكلك حلو، لا ده حرام وبدعة وإلى آخره، فعنده في الفكر تشدد. عنده نزعة التكفير إن هو إيه؟ وطبعا دي نزعة قديمة، يعني إحنا عندنا أشهر فرقتين في التكفير المعتزلة، مع إن هما ليهم منهج عقلي يعني مميز، لكن في هفوات كده من ضمنها حتة التكفير دي والخوارج. فالمعتزلة قالوا إيه؟ بكفر يعني مش يعني الخوارج قالوا بكفر مرتكب الكبيره، يعني اللي بيزني او يتعامل يعمل كبيره من الكبائر ده كافر. الخوارج قالوا كده. فبالتالي كل اللي بيعمل الكبائر ده كافر، خرج من الاسلام واصبح كافرا. المعتزله بيقولوا خرج من الاسلام.
بس ما بقاش كافر، انما بقى في حاجه بقى عندهم منزله بين المنزلتين، يعني بين الكفر والايه؟ يعني اسمه يعني في كافر وفي مسلم وفي واحد في النص كده. اللي في النص ده في جهنم برضه وخالد في جهنم، بس ايه؟ برتبه منزله بين المنزلتين، وفي واحد في جهنم برتبه كافر. وفي المسلم الناجي بقى اللي هو ما بيرتكبش تلك، لكن التقوا في الاخر الخوارج والمعتزله على ان اللي بيرتكب الكبيره كالزنا والقتل والى اخره ده يعتبر ايه؟ خارجا عن الايه؟ عن الاسلام. احنا بنقاوم هذا الفكر، لان الكبيره دي ممكن حد ترتكبها، ممكن انا ارتكبها. لو فسمحنا لهذا الفكر هنفتح باب التكفير على مصراعيه، وجماعات التكفير والهجره مثلا اللي كانت موجوده في مصر، انها بتكفر الدوله وبتكفر الحاكم وبتكفر المجتمع، بتكفر اللي ما بيقولش ان الحاكم كافر. في طبعا عوامل معينه، يعني في ناس مثلا في السجون اتعذبت وكذا وكذا، وكان في سلوكيات منحرفه في فتره مثلا عبد الناصر مثلا، حد يقول لو ربنا نزل هسجنه من قائد السجن مثلا، حاجه زي كده. فطبعا دول ايه يعني تحت ضغط التعذيب الشديد طبعا مخهم ضرب، فكفروا اللي بيقول كده. طبعا انا شخصيا عن نفسي الازهري لو حد قال لو ربنا نزل انا هعتقد ده كافر، ما عنديش نقاش فيها. فالشاب ده كفره. طيب لما انت كفرته خلاص، انا مصدقك ان هو لو قال فعلا كده، لو ثبت يعني ده فعلا، قد تكون دي روايات انا ما شفتهاش بنفسي، يعني قد تكون مكتوبه في الكتب بتروج مثلا عشان حاجه معينه، لكن هنفترض صحه هذا وانت كفرته، لا انا معاك، ما عنديش مشكله معاك، بس طبعا بدون توسع وبدون ترتيب احكام، يعني لان عشان ترتب احكام على ان فلان ده كافر مقدمه للمسائل اشياء كثيره، لكن انت معتقد جواك من غير ما تصرح لان اللي يعمل كده كافر، مفيش مشكله معاك قوي، لكن انت المشكله بقى ان انت ايه جاي لي وتقول لي ده فلان ده كافر. طب انا ما شفتوش بيقول كده، فمش قادر اقول لك حمزه المسيوني مثلا او فلان او ده كافر، مش قادر اقولها. فانا بقيت كافر انا كمان عشان ما بكفرش الفرقه، قاعد يعني متواليه بقى هندسيه كذا، بوصل ان المجتمع كله كافر، او بتعبير بقى يعني مهذب شويه، المجتمع جاهلي مثلا، زي في كتابات مثلا سيد خطبه كده، المجتمع جاهلي. فهي المشكلة احنا بقى في الازهر بنقاوم هذا الفكر، ايه يعني ده بالنسبة لنا مثلا، ده يعني مثلا انا بالنسبة لي مثلا حكم الاخوان في الفترة اللي هم حكموا فيها على ما فيهم من المسالب وقلة يعني الخبرة وحسن ادارة الدولة ونفي الاخر وموضوع الاهل والعشيرة وكذا، تمام كده، ده الجانب السلبي اللي فيهم. الجانب الايجابي او في الناحية التانية انهم بيكونوا من انتخاب الشعب اللي انتخبهم، الشعب الجاهل الغبي انتخبهم، بس انا من وجهه نظري ان احنا لازم نحترم كلام الشعب الجاهل. بس مع ذلك انا فرحت بان هم يعني انتهوا من الوجود على راس الحكم. ليه؟ ما ببصش بقى لسوء الاداره ولا الاهل وعشيرتي، يعني انا اهتماماتي انا مش كده خالص، يعني او يعني في حاجات اعلى اللي هي قضيه الدين نفسها. دول ناس لو تمكنوا يعني انا في الازهر قضيتي الاساسيه مقاومه التكفير، مقاومه الفكر المتشدد، مقاومه الفكر العنيف، دي قضيتي الاساسيه. اللي الاخوان حتى لو ما عملوهاش يعني بحكم تفكيرهم اللي هو يعني يظهرون فيه شيئا من المرونه وشيئا من تقبل المجتمع في بعض اجنحتهم، يعني طبعا عندهم اجنحه زي سيد قطب او كذا، دي برضو اجنحه يعني مع الفكر المتشدد صراحه، لكن في فكر ايه يعني دبلوماسي كده، مش وسطي، دبلوماسي يعتقد شيئا ويظهر شيئا اخر. فالفكر بس المشكله ان هم ايه؟ ان هم صدروا لنا مين؟ يعني برضه في تعاطيهم صدروا لنا مين؟ صدروا لنا مع احترامي طبعا الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسين يعقوب، اللي هم ناس خارج، انا من وجهه نظري مع احترامي كل الناس طبعا، خارج التاريخ والجغرافيا وخارج كل حاجه، يعني محمد حسان لابس مثلا بطره. طب البطره دي زي مثلا خليجي، انت لابس ليه زي الخليجي هنا في مصر؟ تعتبره ان ده من يعني دي بس ملاحظه في الشكل. بس انا بالنسبه لي مثلا بتمثل نقطه مهمه، يعني ما تحترم الزي بتاع البلد اللي انت فيه، يعني يا اما تلبس الزي الازهري لو كنت ازهريا، وده زي القاضي ما بيديه لبس معين، وزي المحامي ليه لبس معين، والطبيب فالعالم الازهري لبس معين، فده المجتمع تقبله وتعرف على هذا. او لبس لبس عادي، او لبس لبس عادي زي الناس العاديه، لكن يعني ايه السر في الغدره دي؟ فهم الدكتور محمد مرسي جاب لنا مين في استاد القاهره وفي احتفالات اكتوبر، وجاب لنا الناس دي، تمام كده بقى هم، وجابهم على انه جابهم قاعد معاهم في قصر القياس على انهم هم علماء الدين، وهم اتكلموا بالاسم ده ان هم علماء الدين. وبعدين لما شيخ الازهر رحلوا في المؤتمر في الاول في بدايه عهده ما حطوش في ما استقبلوش في كبار الزوار، فده طبعا عبس كل العبس. فانا مهمتي في الازهر ان انا بقاوم هذا الفكر العنيف او المتشدد او التكفيري، او الفكر اللي بيتحالف مع هذا الايه؟ الفكر. ك
مثلا الاخوان المزاج يعني داخل بره حضرتك. فبالتالي انا هفقد مصداقيتي لو جيت قلت ان داعش كفار، يعني ده شيخ الازهر هو اللي رفض تكفيرهم، بس وجهه نظره كده انا هفقد المصداقيه بتاعتي، ان انا اصلا يعني عمال بقول انت بتكفر ليه؟ الكفر ده ليه معنى. يعني انا عشان احكم على حضرتك ان انت استاذ في الجامعه. تمام؟ هل اي واحد انا مثلا حازم استاذ في الجامعه؟ لا انا مش استاذ في الجامعه. ليه؟ لان ما توفرتش فيا يعني المؤهلات او السي في اللي تخليني استاذ في الجامعه. تمام كده؟ فاذا انا لست استاذا في الجامعه. انما حضرتك استاذ في الجامعه ليه؟ توفرت فيك واحد اثنين ثلاثه. يعني باي ديفينيشن انت استاذ في الجامعه. تمام كده؟ فهي باي ديفينيشن امتى الواحد يبقى كافر؟ لو هو مش مؤمن. طب ايه هو الايمان اللي هو عكس الكفر؟ الايمان هو تعريفه كده في علم الكلام التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. يعني النبي جاء قال انا نبي فانا مصدقه. جاء قال ان القران ده من عند ربنا فانا مصدقه. جاء قال ان الصلاه فرض فانا مصدقه. جاء قال ان الزنا حرام فانا مصدقه. فمجموعه التصديقات دي ان مصدق الراجل ده في الكلام اللي هو بيقوله ده الايمان. طيب يبقى الكفر هو ايه؟ هو عدم التصديق. يعني ان انا جيت كذبت قلت الصلاه مش فرض، قلت الزنا مش حرام، قلت القران ده مش ليس كلام الله، يعني ليس منزلا من عند الله، ده محمد اخترعه من ايه؟ من تلقاء نفسه. يبقى كده انا كذبت الايه؟ كذبت سيدنا محمد، كذبت الراجل ده فيما قال، مش كده سيدنا بقى ساعتها لو كذبت يعني، كذبته فيما قال. تمام كده؟ خلاص انا كده بقيت كافر. فهي في الاخر الكفر انك تكذب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، او ان تفعل فعلا ليس له تحويل الى الكفر، كانك مثلا تهين المصحف، كانك مثلا يعني تفعل فعلا ليس له تأويل الا الكفر، انما مثلا انت قتلت. ما اقدرش اقول ان القتل ده من علامات الكفر. ليه؟ لان القتل ده من مسلم يقتل وبيقتل ويقتص منه. طب واحد زنى ما اقدرش اقول ان كفر. لو هو عربيد وبيزني صباح ومساء او بيشرب الخمر صبح وليل ما اقدرش اقول ما اقدرش اكفره بشرب الخمر. ليه؟ لان هو ما كذبش ان هو بيشرب الخمر بس عارف انها حرام. بيعترف بانها حرام. واحد ما بيصليش انا ما اقدرش اكفره. غالبيه الفقهاء المسلمين ما بيكفروش تركه ايه؟ الصلاه. ليه؟ لان هو اذا كان بيتركها وهو معتقد انها فرض بس انا مكسل انا يعني ان شاء الله ربنا يسهل واصلي لما اكبر شويه، لما بس اخلص الحكايه اللي انا فيها دي هبقى اصلي. فانا تاركها كسلا وتهاونا مش يعني جحودا لفرضياتها. لكن لو جحدت فرضيتها كافر، لو قلت انها مش فرض كافر، لكن ما صليتش مش هفرض. فبالتالي انا الكفر عندي ليه مكونات كده معينه. إذا عملت دي أو دي أو دي فأنت كافر. طب لو عملت حاجات بقى ممكن تبقى أبشع من اللي هي بتكفر. يعني أنا مثلا ممكن أتصور إن في واحد مش مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. وأتقبله وأعذره. ليه؟ لأن هو متحط في بيئة معينة، يعني أنا ما يتعرض عليا إن النبي صلى الله عليه وسلم ده إمام القتلة. أنا شخص خارج الذهن وما عنديش أي ثقافة. واتولدت في بيئة معينة والنبي اتعرض الشخص ده اللي اسمه محمد اتعرض عليه على انه امام القتل وامام الكذابين يدون بيستحلوا الكذب عشان يوصلوا لحاجات معينه وامام واجيب لك كل القبائح. فانا عندي عذر ان انا اكذب هذا الايه؟ بعض العذر طبعا من يعني مش كل العذر، ان انا المفروض برضه اشغل عقلي وابحث عن المعلومه في مصادرها الاصليه ما ابقاش ضحيه للميديا والكلام ده، لكن عندي بعض العذر. لكن قول لي انت حضرتك ان اللي قتل ده اللي بيقعد يقتل اطفال في المدارس يقتل الطفل في المدرسه او قبل مثلا ذهب الى عملي عشان يصرف على اولاده او اي انسان حتى ان شاء الله يا رب يكون يعني بيعمل اي حاجه من المقرات باي حق ان يقتل، فانا ما عنديش استعداد ان انا اتقبل هذا الشخص. بس في الاخر مش هكفره لان ده مش فعل تكفير بتعريف التكفير، ده مش فعل تكفير بس ده مرفوض اكثر من رفضي للكفر، وبالتالي هنوصل لنفس النتيجه. فانا كده اعتزلت الاسلام في الحاجات الظاهريه، انه رافعين راي عليها شهاده الله لا اله الا الله محمد رسول الله، وان هم ظاهريا بيقيموا الصلاه كده كده بقى مسلمين. يعني انا مش قادر اكفرهم نتيجه افعالهم السيئه. لا انا مش قادر اكفرهم نتيجه ان هم التزامهم الشكلي بالاسلام سواء باللحيه او بالرايه او باقامه الصلاه او يعني هي الفكره هنا الاسلام بقى شكليا وليس فعليا. يعني انا بحكم على المسلم ان هو يبدو عليه الاسلام وليس ان هو بيفعل فعل المسلم. طيب ما هو اصل هو الاسلام درجات يعني بعضها اعلى من بعض. في حد ادنى في يعني في مسلم
بيرتكب كل القبائح وهو مسلم، بس فعله مش اسلام، يعني هو مسلم لكن فعل ده نفسه مش اسلام. في مسلم بيبتعد عن المحرمات بقدر الامكان ويفعل الفرائض بقدر الامكان ولا يفرط فيها الا قليلا. في مسلم لا بيكسر من النوافل. في مسلم اعلى من حتى اللي بيكسر من النوافل، فاهم من قضيه الدين فهما عميقا وصلته بالله اعمى. في مسلم صوفي ارقى من صوفي حق، يعني طبعا الصوفيه برضه فيه، لكن انا بتكلم عن المنهج نفسه. يعني مثلا سيدي عبد القادر الجيلاني يلخص مثلا المعامله او التصوف في ثلاث كلمات جمال جدا، يقول لك مثلا يعني ان تعيش مع الحق بغير خلق، وان تعيش مع الخلق بغير نفس، وان تعيش مع النفس بغير امن. اصول المعامله السلوكيه، المعامله الروحيه اللي اصول من اصول التصوف الاسلامي، ثلاث حاجات دي. ان تعيش مع الحق بغير الخلق، يعني وانت بتتعامل مع الله انسى الخلق خالص. دايما خلي الله سبحانه وتعالى هو مرادك، هو ملحظك، هو اللي انت بتسعى اليه، وان الى ربك المنتهى، هو اللي بترحل اليه. ده شق. وان تعيش مع الخلق بغير نفس، يعني وانت عايش مع الخلق انكر ذاتك، يعني دايما اديهم ما تاخدش منهم على قد ما تقدر. وان تعيش مع النفس بغير امن، يعني ما تثقش قوي في نفسك او في نجاتك. يا سيدنا ابو بكر يقول لو احدى قدمي في الجنه ما امنت مكر الله، فما تعيش مطمئن ان انت خلاص كده وصلت. لا، يعني ايه دايما ما من مستوى تصل اليه الا وفي ما هو اعلى. ولذلك مثلا في ابن عطاء الاسكندري ده من ائمه التصوف في القرن السابع والثامن الهجري، يعني توفي سنه 710 او 9 مش فاكر، 709 من الهجره او يمكن 710 مش متاكد دلوقتي. فابن عطاء ليه حكم جميله جدا، يا ريت لو ايه في لينا فرص ناخدها في يعني مره كده، كل مره نقول حكمه، 264 حكمه بس يعني غايه في الروعه. الكتاب اسمه ايه؟ اسمه الحكم العطائيه. الحكم العطائيه ده بتاع مين؟ الشيخ الامام ابن عطاء الله السكندري، ده كان من اسكندريه. الشيخ الامام ابن عطاء الله السكندري ده من ائمه التصوف الكبار، والشيخ عبد الرحيم محمود كان شيخ الازهر، يعني خرج له كتب كتير وهكذا. فدي من ضمن كتبه كتاب الحكم العطائيه دي، ودي شروح كتيره جدا من ضمنها شرح للشيخ الشهيد الشيخ سعيد رمضان المطي اللي هو يعني قتلوه في سوريا من حوالي سنه تقريبا، ده من كبار علماء الاسلام الشيخ المطي. دي شرح على الحكم دي. ففي حكمه بيقول ايه؟ بيقول ما ارادت همه سالك ان تقف عندما كشف لها الا ونادته هواتف الحقيقه التي تطلب امامك. يعني بيتكلم عن قضيه ايه؟ ان احيانا السالك الى الله اللي هو يعني الشخص اللي بيبدا عايز يقيم علاقه مع الله، عايز يتدرج في مجال معرفه الله، في تحسين سلوكياته في الاسلام او كذا، ربنا سبحانه وتعالى احيانا بيفتح عليه بفتوحات معينه، احيانا بتحصل له كرامات معينه، تزلل له عقبات بشكل ايه؟ في نوع من الكرامه او الخلق للعاده. فاحيانا السالك لما يجد هذه الاشياء في طريقه بيفرح بها ويشعر ان اصبحت له مكانه عند الله سبحانه وتعالى. وده شعور في التصوف، شعور غلط. يمكن المسلم العاجل لما يبقى عنده الشعور ده، او ممكن لو واحد عاصي وغلط في المعاصي وكده لو عنده الشعور ده يبقى ده علاج بالنسبه له. لكن في الحاله اللي هي النورمال لا، ده مش علاج، ده في خطوره انك ترضى عن نفسك، لان الرضا عن النفس ده بدايه الوقوف. بالظبط. والوقوف معناه بدايه النزول. تمام كده؟ يعني الوقوف انت واقف بس غيرك بيطلع. انت عايز تنزل. انت بتنزل، يعني حتى لو انت واقف انت بتنزل يعني. فالرضا عن النفس ده بالشكل بالمعنى ده طبعا له معاني اخرى، يعني انا مش عايز واحد يعني معقد نفسيا، لكن بالمعنى اللي انا بقوله المحدد ده ارجو ان هو يكون يعني عبرت عنه بدقه وكده. لا، ده خطر انك ترضى عن نفسك او تحس ان اصبحت لك مكانه او تحس ان انت ايه وصلت. تمام كده؟ فابن عطاء يقول لك ايه؟ لما تلاقي حاجه زي كده في طريقك من المبشرات دي او الحاجات كرامات، او تلاقي حاجه كشفت ليك يعني بشكل يعني خارج عن نطاق العاده، ما تقفش معاها، ما تتبسطش بيها، لان انت مش هدفك في الطريق ده انك تحصل لك الكرامه دي، ولا انك مثلا تطير في الهواء، ولا ما تطير بالعصافير بتطير. تمام كده؟ السمك بيمشي في الميه، يعني فانت لو مشيت على الميه ما جبتش ايه؟ يعني ما بقتش، بقيت سمكه. لو طرت في الهواء بقيت عصفوره او حمامه او غراب حتى. تمام كده؟ انما الكرامه الحقيقيه ان انت ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الاستقامه على دينه. دي الكرامه الايه الحقيقيه.
فابن عطاء بيحذرك بقى، بيقول لك ايه؟ لما تكتشف لك حاجه زي كده ما تقفش معاها. فبيقول ايه بقى؟ ما ارادت همه سالك، يعني نيتك انت السالك، ان تقف عندما كشف لها، يعني تيجي تقف وتتوقف عند الشيء الذي كشف لها، الا يعني كل ما يجي السالك يعمل كده، الا ونادته هواتف الحقيقه، كان الحقيقه بتهتف به، الذي تطلب امامك. انت تطلب مين؟ تطلب الله. ده لسه امشي. الذي تطلبه ايه؟ يعني انت ممكن تبقى رايح القاهره، بس وانت رايح القاهره تلاقي في الطريق كده حاجه جميله كده مثلا تلفت نظرك، هتروح موقف العربيه وخلاص وتقول كده انا كده وصلت. لا، انت لو هتقف شويه كده تريح ماشي وتشوف ايه ماشي وهتكمل تمام كده، في هدف انت عايز توصل. هتقف بقى هنا وتقول انا وصلت ولا يا ولاد نزلوا الشنط؟ لا، هتناديك بقى هواتف الحقيقه تقول لك ايه الذي تطلبه امامك، هدفك لسه انت ما وصلتش. اللي انا عايز اقوله طبعا انا دخلت في حته التصوف، بس يعني في المسلم مستويات، مش الاسلام مستويات، انما المسلم مستويات. في حد ادنى وممكن ده يبقى في جهنم مليون سنه، يعني ما في مسلم هيخش جهنم اللي هو بقى سرق وقتل ودمر وفعل هذه الاشياء المنكره كلها في جهنم يعني، ولكن هو ليس من القانطين. وفي المسلم العادي، وفي المسلم اللي بيحافظ على كذا، وفي كذا وفي كذا. فاحنا ايه الحد الادنى موجود، اللي هو الحد الادنى المقبول بقى. ما في الادنى من الادنى ده مسلم برضه بس غير مقبول بالنسبه لنا، وبنقومه وبنبين انه خطا. لكن في الحد الادنى مقبول اللي هو حضرتك بتقيم الفرائض وبتبتعد عن المحرمات بقدر الامكان، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن هل الحد الادنى ده خلاص انا راضي عنه؟ لا، ده انا عايز ارتقي بنفسي اولا، ولو كنت في منصب بالنسبه للاخرين مقبول الكلمه مسموع الكلمه، بحاول ارتقي باللي حواليا في ان هم يرتقوا، وهكذا الى ما لا نهايه، يعني للامام كامل الا وهو يعني اكمل منه. فانا شايف ان ايه؟ ان اختزال الاسلام في مستوى معين من مستويات المسلمين او من مستويات الالتزام به، لا ده قد يكون مقبولا عند العوام، قد تكون فكره رائجه، لكنها فكره من الناحيه العلميه لا تصمد يعني. فاحنا مطالبين بقى بدل ما احنا يعني ننهار قدام عقليه العوام، لا، احنا نقاوم عقليه الايه؟ العوام، بان احنا نقول لهم لا، ده مرفوض، ده مرفوض، ده مرفوض، ده مقبول، بس ده الحد الادنى، في اللي اعلى منه، في كذا وفي كذا، فنقوم نرتقي. لكن في الاخر مفيش حد ابدا هيقول ان ده الاسلام، يعني لا يمكن الكذب يبقى اسلام، لا يمكن ان القتل يبقى اسلام، لا يمكن الافساد باسم الاصلاح يبقى اسلام، لا يمكن ان انت تقصي الاخرين ولا تعطي الاخرين الفرصه ان يعبروا عن ارائهم وافكارهم. اذا كان الاسلام نفسه عرض في القران، يعني عرض اقوال الكفر يعني عرضها، فانت كيف ان انت يعني عايز باسم الاسلام ما تخليش في البلد الا صوت واحد فقط بتبقى، ويبقى هو ده الاسلام؟ لا، ده مرفوض. بارك الله فيك كلام الله. ودي ساعتها يعني تكمل النقاش، ساعات قلت في الدعاء الجدد، وفي الدعاء اللي هم من غير الازليين. احنا عندنا دلوقتي اشكاليه في البرامج التوك شو ده، الا وهي بيجيبوا اساتذه اجلاء افاضل من علماء الازهر متناقضين مع بعضهم في اراء معينه، يتوهوا العوام الغير متخصصين. ابسط مشكله كانت في حاله طلاق شفوي ووائل الابراشي في العاشره مساء، جاب فضيله الدكتور احمد كريم، فضيله الدكتور سعد الدين هلالي، والشيخ الاستاذ الدكتور خالد الجندي، والثلاثه اثنين متناظرين واحده على التليفون، ويعني شوههم على اراء بعض، بل واخطاهم في حق بعض. احنا نسلم مين؟ انا من وجهه نظري اي واحد يشوف الصوره دي ما تصدقش، كيف التلفزيون؟ ما بس في قضيه يعني هي مجتمعيه وعايز احسمها. انا عايز اعرف قضية مجتمعية. ما هو انت حضرتك عشان تحسب يا دكتور، عشان تحسب انت بتشتكي من وجع معين. ايوه. وعايز تعرف الوجع ده مصدره ايه؟ ايوه. هتروح لمين؟ للدكتور. هتروح للطبيب. طبيب. لو عندك طبيب ويعني بيتخرج مثلا بقاله 5 سنين أو 10 سنين وفي واحد استاذ دكتور وبقاله خبرة في المجال ده 40 سنة، هتروح لمين؟ وانت عندك القدرة المالية.
هتروح للخبره كده، مش هتروح لاي واحد متخرج من كليه الطب. تمام، لو رحت لواحد دكتور وقام قال لك ايه، انت رايح بتشتكي مثلا من حاجه، فبدل ما يقول لك ايه، بدل ما يكشف عليك بوسائل العلم اللي هو اتعلمها في كليه الطب، قال لك ايه، عامل لك رقيه شرعيه، او قال لك انت راكبك الجن مثلا، ده مش مجاله اصلا يعني، مش مجالك عشان تعالجني، عشان تقول لي انت مسحور او راكبك الجن. هل حضرتك هتكمل معايا لو هي دي عقليته؟ لا مش هتكمل معايا. فانا برضه نفس الكلام يعني، زي ما الازهر مسؤول، المجتمع مسؤول، احنا كافراد مسؤولون ان احنا يعني قاعدين. يعني انا حازم لبست الزي الازهري، يعني هل انت بتسمعني عشان انا لابس الزي الازهري؟ حتى لو انا يعني انا لو جيت دلوقتي قلت اي كلام، هتفضل برضه تسمعني كده وترحب بيا، ولا المفروض تديني معايا لقاء سريعا؟ بس في مجرد الزي الازهري، مجرد لقب العلمي استاذ في جامعه الازهر، انا قلت لحضرتك في عمل تجريف حصل، فاصبح ان في استاذ في جامعه الازهر وهاب، اصبح في عضو مكتب الارشاد، استاذ في عميد كليه اصول الدين في الازهر، عضو مكتب الارشاد، عميد كليه اصول الدين، واخد بال حضرتك؟ فاصبح نتيجه عوامل كتيره اصبح في تسلل هؤلاء. فمش مجرد ان الواحد خد لقب علمي معين او ان هو لبس زي معين لازم اتقبل كل كلامه. في قضيه انا عايز احسمها زي ما حضرتك بتقول، قضيه عايز احسمها يبقى احسمها بطريقتها. احسنها بطريقتها يعني ايه؟ يا اما ابحث انا بحث يعني بشخصي او بمجموعه حواليا اذا كنت قادرا على هذا، او مش غير قادر على البحث ده يبقى هرجع للمتخصص. المتخصص ده انا ليه معايير معينه، تمام كده؟ لو انا اقدر احدد المعايير دي او محدده هقيس بيها، وبالتالي اسمع ده وما اسمعش ده. طب المعايير دي انا مش عارفها ومش موجوده او على فكره، من ضمن المعايير الاجازه العلميه. يعني مثلا حد في كليه الطب، هو ايه اللي خلاه ده بيمارس الطب؟ يعني انا هروح اقعد مثلا 5 سنين دلوقتي من اول النهارده، هجيب المواقع الطبيه على الانترنت كلها وهقعد اقرا كل اللي فيه، تمام كده؟ وبعدين هتيجي تتعالج عندي؟ لا، مع ان انا قريت ممكن اكتر من اللي متخرج من كليه الطب، يعني هنفترض هذا الفرق، بس مش هتيجي تتعلم، مش هتيجي تتعالج عندي. ليه؟ لان في مكون اساسي في الشخص عشان يمارس الطب، ان هو واخد الرخصه، واخد الاذن، اتعلم على ايه؟ اساتذه علموه يقرا ازاي ويناقش ازاي وهكذا، وخرجوه ازنوه وادوله الشهاده دي، يعني دي اجازه لانه يمارس مهنه الايه؟ الطب. ففي معايير يعني علميه موضوعيه ان يبقى في اجازه من وذلك المنهج الازهري بيميزه عن المنهج الاخر. ايه؟ احنا في المنهج الازهري احنا مثلا الدكتوره قرات، بقول انا في السي في بتاعتي انا قرات على فلان وقعدت على فلان وفلان وفلان، مش الاشخاص اللي انا قرات عليهم دول ليهم مشايخهم. ففي اجازات متصله، في واحد يعني في بيئه علميه بتخرج واحد تاني، والبيئه دي بتخرج واحد تاني وهكذا. انما مثلا الشخص السلفي تيجي على الشيخ علي جمعه يقول لك انت مين شيخك؟ يقول لك الشيخ حسونه. طب الشيخ حسونه ده شيخه مين؟ بيوقف يعني، هتلاقي في الاخر هو اخو الشيخ حسونه. الشيخ حسونه ده كان ايه؟ الشيخ حسونه ده مثلا كان يعني مع احترامنا لكل المهن، مثلا ده كان السمكري اللي بيصلح العربيه بس يلا رب دقنه وحفظ مثلا قول الله واحد، فبقى يؤم الناس وبقى ده الشيخ حسون، تمام كده؟ اللي الناس بتاخد منه الايه؟ بتاخد منه الدين. طبعا انا بقول نموذج كفايه قوي يعني برضه ممكن يكون ظالم ليهم يعني بس موجود اخر بال سعادتك. ففي الاخر في معايير علميه عشان انا احل مشكلتي العلميه اللي انت حضرتك بتقول عليها دي. انا عايز اعرف خلاصه القضيه دي ايه؟ فعايز اروح للشخص المتخصص اذا ما كنتش قادرا على البحث بنفسي. طب الشخص المتخصص ده حددته ازاي؟ في معايير علميه. انا بقى همشي مع حضرتك بقى اسهل من كده. مش هقول بقى معايير العلميه دي، انا مش عارف المعايير العلميه ايه. لكن الاسهل من كده احساسك انت الشخصي، هل انت حضرتك تتوقع ان في عالم دين ولو كان استاذ الاساتذه في جامعه الازهر يتكلم بالطريقه اللي بيتكلموا بيها الناس اللي حضرتك بتقول عليهم دول؟ ان هم يقعدوا كده يبرقوا وصوتهم يعلى ومش فاهمين بعض ومش محددين نقطه النقاش اللي هم بيتناقشوا فيها، وحوار الطرشان يعني المنظر اللي احنا بنشوفه ده، هل انت متوقع ان ده عنده او اي حاجه ممكن تاخدها منه؟ مهما كان استاذ او مهما كان زيه ومهما كان كذا. استاذ فيكتور مقارن بتاع دي ان ان، والشيخ احمد كريمه استاذ مش عارف بتاع يعني انا بغض النظر بقول على الاثنين كبار يا فندم. انا بقولها لك، عضو مكتب ارشاد عبد الرحمن البر، عضو مكتب ارشاد وعميد كليه اصول الدين، واختلفوا مع بعضيهم في التراكم الشفوي، ولازم يكون محرر يعني التراكم ما يقعش غير لما الزوج ياخد الزوجه يروح عند المأذون ويشر او يعني يوثق الطلاق.
ولا يقع التراب الشهوي. كانت نقطة اختلاف وبعدين اختلفوا مع بعضهم كان حتى في اسلوب التخرج واصبح يعني كان كمنظر المفروض ده كلام ما يجيش في برامج كده ولا هو المفروض ما احترمش لهم لا يقبلوا ان هم يقعدوا مع بعضهم ويناقشوا مع بعضهم كده. احنا بتقول احنا عندنا خلل في جوانب كثيره من ضمنها يعني من ضمنها هذا الجانب. اتفضل دكتور. معلش خليها بس ايه بعض الاسئله بس هو السؤال الاول متعلق بالسيره يعني معلومه انا كنت قريتها بس انا مش الكتاب يعني المصدر مش موثوق منه. يعني قيل قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 40 او 50 سنه قبل البعثه هناك من نادى بالتوحيد على دين سيدنا ابراهيم. هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ يعني نمره اثنين برضه بالنسبه لنا كتب السيره كان موقف البركه بن نوفل من الايمان بالبعثه وعدم الايمان بالنسبه لي برضه مش قادر افهمه واضح في ذهني. نيجي بقى للاسئله الفقهيه بالنسبه لموضوع القصر في السفر. يعني انا ساعات بضطر اسافر مدينه دمنهور واروح وارجع في نفس اليوم بدرس هناك وساعات بروح اسافر مرسى مطروح واروح ادرس هناك وبات. ف الحد الادنى او الحد الاقصى لمده القصر هي 3 ايام هي 4 ايام لان انا برضه مش قادر افهمها كويس. السؤال الاخير وده بقى سؤال محير موضوع الالتزام بمذهب معين من المذاهب الموجوده. حسب برضه فهمي قد اكون مخطئا ودي برضه عايز اطرحها لحضرتك. ان انا قد قرات ان الامام ابو حنيفه النعمان قد امن في المدينه عندما زار المدينه وكان الامام بن مالك كان مريض امن الناس وصلى بهم بنفس طريقه الامام ابو حنيفه. ونفس الشيء حصل مع الامام الشافعي وابن حنيفه في العراق مرض فصلى بيهم وعمل قنوط رغم ان هو ما كانش بيعمل قنوط. امام الشافعي كده. مساله التقيد بالمذهب واحد صوره مستمره هل ده له سند او انه اجماع عام على المسلمين فيما بعد يعني اصبح تواتر عمل المسلمين ان احنا لازم انت هتبقى ماشي بمذهب الحنفي انك هتقيد بمذهب الحنفي كل شيء وتتعبد بيه وتمشي. فهم دول بس الاربع اسئله. طيب انا هستاذن حضرتك ان في سؤالين انا مش هجاوب عنهم لان مش عارف فيهم مش متخصص في الجواب المتعلقه بالسيره ماشي مش مشكله يعني مش متخصص في هذا واجابتي هتبقى يعني اجابه شخص من العوامل. لكن خليني اجاوب على السؤالين السؤال في المنهج اللي هو بتاع المذاهب وسؤال في الفقه اللي هو في مساله القصر في طبعا فيها خلافات بين المذاهب الفقهيه والخلاف ده بيبقى مبني على يعني اختلاف في المناهج احيانا وفي ثبوت حديث او عدم ثبوت حديث او كذا. يعني مثلا هدي لحضرتك مثال ثاني على مساله الجمع بين الصلوات يعني الظهر والعصر. القصر. لا الجمع غير القصر يعني القصر ده انا هصلي الحاجه الاربعه هصليها اثنين. هو الظهر والعصر والعشاء هصليهم ركعتين بدل اربعه. ده هو السؤال اللي هجاوبه تفصيل شويه. لكن مثلا في مع القصر حاجه اسمها الجمع ان انا وانا مسافر اجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر. أنا في وقت العصر. طيب ولما بجمعهم ما بعملهمش قصر؟ قصر ما هو جمع قصر. بس الجمع مصطلح والقصر مصطلح. تمام. ونفس الكلام المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب أو التأخير في وقت العشاء. مثلا الإمام أبو حنيفة ومذهبه إن ما فيش حاجة اسمها جمع بين الصلاة. إلا في عرفة ومزدلفة فقط، لكن فيما عدا ذلك أنا وأنا مسافر أصلي لازم أصلي الظهر في وقته والعصر في وقته. والمغرب في وقته والعشاء في وقته. طبعا ابو حنيفه مستند على ايه؟ مستند على ايه في القران اللي هي الله سبحانه وتعالى يقول ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فدي قطعيه موقوتا يعني ليك وقت. طب في احاديث رويت مثلا عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات. فابو حنيفه منهجه حلو قوي حتى لو احنا في الجزئيه دي لان انا مشدد علينا بس انا بتكلم في المنهج منهجه ان ما يخليش الحاجه الظنيه تعارض الحاجه القطعيه. يعني لو الحديث اللي هو ظن حديث الإحادي الظني حتى لو ثبتت صحته ظن متعارض مع الايه؟ مع الايه لا انا اقدم الايه على الايه؟ على الحديث. فالايه بتقول لي لازم تصلي الظهر في وقته والعصر في وقته. والحديث بيقول لي لا ممكن تصلي الظهر قبل وقته بعد وقته او العصر قبل وقته. لا انا اسمع كلام القران وما اسمعش ايه الحديث ده. ده ابو حنيفه. ده ابو حنيفه يقول كده
وبعدين كمان يقول لك ايه، لا طب ما انا زي ما الروايه دي موجوده عن ابن عمر، طب ما في روايه ثانيه موجوده عن مثلا انس بن مالك وعن السيده عائشه بيقسم بان والله ما السيده عائشه بتقسم والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الا لوقتها. فاذا حديث قصاد حديث، وكمان في ايه مع الحديث ده. تمام كده؟ طب ابو حنيفه يجي يقول لك مفيش جمع. ليه؟ اولا ان ده حديث مع القران حتى لو ما عندناش الحديث الثاني ده. تمام كده؟ الحاجه الثانيه انه لو حديث مع حديث متعارضين، في حديث بيقول فيه جمع، في حديث بيقول ما بيقولش فيه جمع. طب عايزين نرجح بينهم، نرجح بينهم على اي اساس؟ يقول مين راوي ده ومين راوي ده؟ ده صحابي وده صحابي، بس ده صحابي عرف بالفقه والاجتهاد، وده صحابي لم يعرف بالفقه، يعني مش عقليه فقهيه. لما ده عقليه فقهيه. تمام كده؟ فيقدم اللي هو حديث بقى اللي مفيش جمع. تمام كده؟ بل في كمان بقى يعني اخر حاجه يقول لك ايه؟ يقول لك الحديث اللي بيقول فيه جمع والحديث اللي ما بيقولش فيه جمع، مين فيهم اللي معناه قطعي؟ ده بيقول لك والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الا لوقتها بيقسم. انما ابن عمر بيقول ايه؟ بيقول هو شاف النبي جمع بين الصلوات. تمام كده؟ فالحنفيه يقولوا ايه؟ لا ابو حنيفه يقول لك ما يمكن ده جمع سوري بالصاد يعني في الصورة. يعني ايه جمع سوري ده؟ يعني صلى الظهر في اخر وقته وصلى العصر في اول ايه؟ وقت. فبالتالي بان ان هو ايه؟ جمع. الاحتمال ده موجود ولا مش موجود؟ موجود. وانا بقرا النص الاحتمال ده موجود. تمام كده؟ واحتمال يكون جمع حقيقي، يعني ده يعني قبل الوقت او بعد الوقت. فيبقى النص ده فيه احتمالات. لكن النص الثاني قاطع لانه كل حاجه في وقتها ويؤيده بايه؟ القران. فاذا مفيش جمع عند ابو حنيفه. لكن لو انت عندك ظرف صلي بقى الظهر في اخر وقت والعصر في ايه؟ في اول وقت، لو مش هتقدر تتودى مثلا مرتين او حاجه زي كده. بس انا بضرب المثال ده على ايه بقى؟ على اختلاف الايه؟ مناهج. يعني ليه ابو الشافعي قال كده وليه ابو حنيفه قال كده؟ لان يعني لان في دليل ثبت عند الشافعي وبقى اقوى عنده، وفي دليل ثاني ثبت عند ابو حنيفه بقى اقوى عنده. طب انا كمسلم بقى اخد بقى براءه. بتكلمني على السؤال بتاع المذاهب ده كده. انا كمسلم اخد بقى براءه، انا من حق اخد بالشافعي ومن حق اخد بابو حنيفه، يعني اي عالم من علماء الاسلام في درجه الاجتهاد انا من حقي ان انا اخد بقولهم يعني متى شيء. فلذلك هفصل بقى فيها حكايه المذاهب شويه، لكن جاوب بقى على سؤال القصر. سؤال القصر ده فيه اختلاف اراء نتيجه اختلاف ادله وثبوتها. فانا يعني افتي يعني بما اني طبعا حنفيه وايه المذهب، وان كنت يعني ناس متعصبه يعني بخالف مذهب الحنفيه في مسائل معينه، لكن في المجمل كده انا يعني ملتزم في مجال العمل انا التزام اختياري بالمذهب الحنفي وبدرسه طبعا ودرست فيه فتره من عمري. وقاومت السنه دي ان انا ادخل ابني في المذهب الحنفي اللي كانوا عايزين يعملوا حيله كده يخلوه شافعي بالعافيه، يعني رغم انه درس ثلاث سنين في اعدادي درس المذهب الحنفي، كانوا عايزين كتكاثر ابني يخلوه شافعي، يعني حاجه غريبه. يعني بقول لحضرتك مش في يعني في الازهر مش فاهمين طبيعه المنهج ايه الازهر. المهم فانا لكن ده احسن كمان ليك، يعني انا افتيك بيه عشان هو الاحسن ليك، ان انت لو هتسافر اولا لابد عشان تقصر الصلاه لابد من تحقق شرطين، ان يكون في مسافه معينه انت تقصد من الخروج اليها وفي نيه معينه. بالنسبه للمسافه حددوها 84 كيلو. تمام كده؟ فده منظور مش هتقصر فيه، لكن مرسى مطروح تجاوزت هذه فهتقصر فيها. تمام؟ فاذا انت خرجت من بلد من اسكندريه وانت تقصد مرسى مطروح فخلاص انت كده خدت حكم الايه؟ انك مسافر، وبالتالي بتقصر الصلاه يعني الرباعيه بتصليها ركعتين. طيب ده الشرط الاولاني اللي هي متعلق بالمسافه. الشرط الثاني متعلق مش بقى مده الاقامه، بنيتك في مده الاقامه. يعني ايه؟ لو انا رايح مرسى مطروح وناوي اقعد 15 يوم في مرسى مطروح مفيش قصر، او اكتر بقى 15 يوم او اكتر، ناوي اقعد 3 اسابيع، ناوي اقعد شهر، انا مش مسافر بقى مرسى مطروح، مسافر الولايات المتحده وناوي اقعد شهر مفيش قصر. ليه؟ لان نيتي ان انا مده 15 يوم او اكتر من 15 يوم. طبعا برضه اشترط الاقامه في مكان واحد، لكن انا رايح مثلا ايه؟ رايح الولايات المتحده بس قاعد في واشنطن 7 ايام، قاعد في نيويورك 6 ايام، دي لا ما يبقوش شهر وكل بلد لوحدي. تمام؟ فلو انا ناوي 15 يوم او اكثر من 15 يوم في موضع واحد يبقى ده مفيش قصر ليلا ونهارا، يبقى ده مفيش قصر. اي حاجه غير كده ما يبقى فيها قصر. ليه بقى اي حاجه غير كده؟ انا نويت 15 يوم او اكثر بس في موضعين،
الصبح في مثلا مطروح والليل في براني يبقى لا اقصر. تمام كده؟ طيب نويت مده في موضع واحد بس اقل من 15 يوم، يعني نويت هقعد 14 يوم يبقى هقصر. تمام كده؟ ما نويتش حاجه خالص مش محدد يعني انا هبقى هيبقى هقصر. طول ما انا ما نويتش 15 اكتر هقصر. تمام كده؟ طيب انا نويت اسبوعين. انا نويت 10 ايام. وبعد ما نويت 10 ايام رحت هناك جاي ايه راجع لقيت ان السكك مقطوعه. في اضرابات وفي مظاهرات وكده والسكك مقطوعه وقفلوا القطارات. تمام كده؟ طيب بقى هو متخيل مسافه بالسياره. فيبقى انا مثلا 10 ايام او 14 يوم اللي هي اقل من 15. طيب هترجع انت بقى في اللحظه دي راجع امتى؟ مش عارف لما ربنا يسهل. تمام كده؟ اما بس الجو ايه؟ يتحسن هرجع. وفضلت على كده 100 سنه. كل مره بقول ايه لو الظروف اتحسنت بكره انا هرجع. هتقعد تقصر. عشان كده بقول لحضرتك العبره بايه؟ بنيه المده مش بفعليه المده. يعني لو انت قعدت شهور ست شهور بس انت ما نويتش في ولا لحظه انك هتقعد 15 يوم. لو في لحظه معينه مثلا خدت التيكت بتاع القطر بعد 15 يوم خلاص انت كده نويت ايه 15، يبقى كده انتهى القصر بالنسبه لك في اللحظه دي، اللحظه اللي انت نويت فيها 15 يوم سواء وانت طالع من بيتك او وانت موجود هناك. انما طول ما انت نويت مده اقل او ما نويتش حاجه خالص بتقدر تقصر في الايه؟ بس ده برضه تبع ابو حنيفه؟ ده تبع ابو حنيفه. بس بس ما نجمعش. فبالنسبه لحضرتك طبعا بتسافر محاضره يوم واحد بتسافر لا عمرك ما هتقعد 15 يوم انت بتقصر على طول. لا ده قصر من غير جنب. من غير جنب. ده على ابو حنيفه هيبقى قصر من غير جنب. لو على الشافعي هيبقى جمع من هيبقى يعني على الشافعي لا هتقصر ولا هتجمع. دي بقى الشافعي عنده اربع ايام بس. بس انا مش مرجع في مذهب الشافعي يعني انا برضه دي ثقافه عامه يعني. اربع ايام او ثلاث ايام ويوم سفر رايح جاي وخمس ايام يعني في الرينج ده. تمام؟ فلو انت نويت مثلا تقعد ست ايام في مكان لكن على الشمع مفيش على الشمع لكن على ابو حنيفه ايه؟ هتقصر ان ست ايام اقل من 15. بس الشافعي مش موجود. تمام كده؟ لا في الشافعي موجود. فلو انت هتقعد ثلاث ايام ممكن تعمل بالمذهب يعني ثلاث ايام او اربعه او خمسه اللي هي مده الشافعي فانت كده هتقصر على الشافعي وتجمع على الشافعي. تمام كده؟ انما لو هتقعد سبع ايام ممكن تقصر على ابو حنيفه بس لو على ابو حنيفه مش هتجمع لانه ما عندوش جامعه اصلا. هنا بقى هيبقى في سؤال مهم جدا، هل يجوز التنفيق بين المذاهب؟ يعني انا عندي احنا قالوا كتير حتى الوصايا لا تمام قانون المراسل والوصايا المصري في تطبيق اخر من مذهب الظاهري مثلا في الوصيه المجمع. تمام بس لا يعني احنا دلوقتي ماشيين تبع الشفق يعني مثلا انا مسافر لا احنا ماشيين تبع الحنفي انا بجمع وبقصر في السفر تمام يبقى سؤالك الشخصي يعني بتكلم عليك ما هو انا برضه هقول الشخصيه في مصر هقول الشخصيه في مصر المذهب المعتمد هو الراي الراجح في مذهب ابي حنيفه في المعتمد. لما جينا نعمل قانون الوصايا والمواريث حضرتك في القانون مش كده؟ ما انا حقوق انا لسه بكتب حقوق فعملنا تطبيق الاراء جمعنا الاراء كذا حته من ضمنها المذهب الظاهري فيما يتعلق بالوصيه والوجبه لان الاجماع مذهب السنه ما يوجد وصيه واجبه. تمام. على حاجه السودان المفروض انهم مالكين. لما جم يعملوا قانون الراس والمواريث راحوا قلدوا القانون المصري بكل الاراضي حطوا. طيب يعني هو على كل الاحوال ما هي بس هي في تلفيق ان احنا نجيب حته من دي ويعني يعني ليه مش يعني مش تلفيق زي تلفيق الاراضي يعني التلفيق في تلفيق متفق عليه انه لا يجوز. بمعنى ايه مثلا؟ هنفرض مثلا مثالا في قضيه الزواج مثلا. عند ابو حنيفه ان المراه لها ان تزوج نفسها يعني هي تباشر عقد الزواج بنفسها يعني ما يشترطش ما يشترطش الولي يبقى هو اللي بيعقد يعني عنها. فاذا رشعت العقد بنفسها بشروط العقد طبعا الصحيحه فالزواج صحيح. تمام كده؟ طيب فجي واحد تزوج على طريقه الايه؟ الحنفيه. تمام؟ هل يجوز امراه هل يجوز له ان يتزوج باختها؟ لا لانه من ضمن المحرمات الجمع بين الاختين. هو ممكن واحد يتزوج اخت زوجته اذا طلقها او ماتت او ماتت لكن ما ينفعش بين الزوجتين في وقت ايه؟ واحد. هنفترض بقى ان هو حب ايه؟ اخت مراته.
تمام وحب يتجوزها، يقوم يقول ايه بقى؟ مثلا الشافعي بقى قال لك ان الجواز ده الجوازات الاولانيه يعني هو مثلا متجوز زبيده وزبيده دي اختها مثلا ايه سلوى، فهو متجوز زبيده على مذهب ابو حنيفه وعايش مع زبيده على مذهب ابو حنيفه، وبعدين يروح متجوز سلوى يقول لك ما هي زبيده مش زوجتي على مذهب الشافعي يعني، فاهمني؟ فايه جمع بين الاختين بس ده على مذهب، فدي صوره لا تجوز يعني، ده تلفيق قولا واحدا ده ايه؟ لا يجوز. وفي تلفيق في انه ايه يبقى العمل له جزئيات كتيره، فانا اخد مثلا جزئيه منه إيه يعني مثلا الوضوء مثلا عند ابو حنيفه الوضوء الاربع اركان بس اللي هو غسل الوجه واليدين ومسح الراس وغسل الرجلين الاربعه بس، لكن المضمضه مش شغلنا عنه والاستنشاق مش شغلنا عنه، النيه مش شغل، الترتيب مش شغل، كل يعني اي حاجه غير الاربعه دول اللي هم موجودين في سوره المائده في الايه 6 اذا كنتم قصدتم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بوسيقكم وارجلكم، اللي هم الاربعه دول بس مفيش اكتر من كده عند ابو حنيفه، لكن المذاهب الثانيه في بقى اللي يقول لك المضمضه والاستنشاق روك، النيه روك، الترتيب روك، الموالاه يعني بيسكنوا شروط اصعب تمام كده. طيب لو انا في نواقض الوضوء في عند في مذهب ان خروج الدم ناقض للوضوء، في مذهب ثاني ان لمس المراه ناقض للوضوء، في مذهب ان كذا ناقض للوضوء، فهل انا لو اخذت جزئيات في انا بصلي دخلت اتوضيت وصليت فجيت في مساله معينه في الوضوء خدت المذهب معين وبعدين في فروض الصلاه خدت حته من قول تاني، هل هذا التلفيق جاهز؟ جاهز طالما ان انا في جزئيات ايه؟ في جزئيات مختلفه وما بديش لصوره متناقضه. فانا كمسلم ممكن ان انا اخد يعني انا ارجع انك تاخد بمذهب ابو حنيفه كله، لو مسافر سبع ايام خد بمذهبه في القصر دون الجامع، او تاخد مذهب الشافعي اذا توفر عندك شروط، واذا اضطريت للتقليد بانك تاخد حته من هنا وحته من هنا بشروطها المعتبره مفيش مشكله ان انت تاخد. بالنسبه للمذاهب بقى هل لازم ابقى في مذهب معين؟ هنا في عده مستويات، المستوى الاول مستوى الدراسه. ما تنفعش دراسه الفقه كوكتيل. يعني ان انا اللي هو الفقه الميسر ولا هو الشيخ الطوي عمل الفقه الميسر، لغى المذاهب خالص وخلى الفقه الميسر والكتاب هو اللي حكم. تمام يعني هو اللي حاطط الكتاب الفقه الميسر ده وحاطط التفسير وحاطط العقيده وحاطط كذا تمام كده، لا ده منهج غلط وزاد الشيخ طيب واللي قبل الشيخ الطنطاوي ما كانوش عاملين كده خالص صراحه يعني، فده لا منهج ما كانوش عقليه فقهيه يعني، انا ما ينفعش احط في القانون، انت حاطط في القانون وتدرس في القانون مدارس معينه وتتخصص في دراسه مدرسه معينه وممكن تتطلع الى مدارس اخرى، لكن الكوره في الكره الانجليزيه وفي الكره البرازيليه وفي الكره كذا، ما ينفعش نجيب مدرب يدرب الفريق الواحد يعني. احنا مثلا في مصر هنقول في طريقه 4 4 2 دي طريقه هي معمول بيها عالميا دلوقتي في الكوره، لكن اللعيبه بتاعتنا معوقين ما بيعرفوش يتكيفوا على 4 4 2 فبنخليهم 3 5 2 ولا مش عارف يعني طرق اخرى يعني دي اللي يقدروا ينفذوها، لكن 4 4 2 يعني عايزه مواصفات بدنيه و وحركيه وكذا وكذا مش متوفره مثلا في اللاعب المصري، انا بسمع يعني ما اعرفش انا مش متخصص عشان احكم الكلام ده صحيح ولا كذا. فما ينفعش ان انا مثلا اجيب الفريق وادربه النهارده على 4 4 2 وبكره على 4 3 3 مثلا. يعني ما ينفعش يعني هو لازم في طريقه معينه هو يشربها ويتدرب عليها وبحيث تبقى جزء من سلوكه الطبيعي يعني. فكذلك الفقه ده مناهج كلها حلوه كلها جميله بس ده منهج كده متكامل مع بعض في النظر الى الامور الفقهيه. وفي منهج تاني الشافعي، في منهج تالت المالكي، في منهج رابع الحنبلي، فانا لو اخدت من ده وده 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 هبقى عقليه مشوشه، ما عنديش منهج، عندي معلومات ان دي حلال دي حرام دي تتعمل كذا، عندي معلومات كتير جدا، مكتبه يعني ممكن ابقى اكتر من المكتبه الالكترونيه، بس ما عنديش منهج يعني ما عنديش منهج، لان المنهج دي بتتكون ان انا ادرس في مدرسه واحده في مذهب، فعلى مستوى الدراسه ده بقى الشيء اللي هو بيسموه الواجب الصناعي يعني. يعني مش واجب شرعي واجب صناعي، ان انا عشان ابقى فقيه وحريف لازم ادرس مذهب فتره كبيره من حياتي، وممكن بعد كده اتطلع الى ايه؟ ابقى موسوعي، لكن لازم في البدايه في مرحله التاسيس لازم ابقى على مذهب معين. انما في مجال بقى العمل اللي هو العباده الالتزام السلوكي كمسلم عادي مش دارس كمسلم عادي، هل لازم ابقى متمسك؟ لا. طب هل حرام ابقى متمسك زي ما السلفيين بيقولوا؟ لا. يعني ده هو لازم عليك تبقى على مذهب معين ولا هو حرام عليك؟ والله اذا التزمت بمذهب معين وخدته في يعني في معظم يعني اقواله لك هذا. طب يعني خدت يعني معظم الاقوال من ابو حنيفه وبس خالفته في مسالتين ثلاثه اربعه 10 20 لك هذا. مش عايز تاخد موانع مثلا خالص ولا تتغير تاخد بما يتيسر لك، وسالت من افتاك
صاحب علم في افداك لك هذا، يعني ما انتش في الالتزام متقيد بمذهب. لكن انا من وجهه نظري انك اذا تقيدت، يعني فكره التقيد بالمذهب فكره قديمه من التدين اكثر، يعني اذا لم تؤدي الى التشدد والحرج والمشقه والعمل. ليه؟ لان انت المذهب بيبقى فيها رخص وفي شدائد، يعني في حاجات ميسره وفي حاجات، فانت بتسلم نفسك للفقه، مش انت اللي بتحكم على الفقه. لو سبت نفسك انت من كل المذاهب انت هتاخد من دي اللي على مزاجك واللي موافق معاك، هتلاقي نفسك بتنقي الاسهل كله. او هتلاقي نفسك لو انت صاحب مزاج متشدد بتلاقي الاصعب كله، زي مثلا التيارات اللي طب حضرتك بما انك قارئ ولك كتب وباع كبير. لا انا على فكره، بس معلش انا اسف، انا ماليش باع كبير ولا حاجه، انا شخص عادي جدا. لا برضه خلي بالك، تلمس على اثنين اساتذه، دي خبرات ان انا اقرا، دي بس مدارج. مش باع كبير قوي يعني. لا بالنسبه لي هو حضرتك في مجال تخصصك في فقه العبادات وفي فقه السنه وفي العقائد والى اخره. الكتب دي في منها لابن كثير وفي منها الكتب ايهما الواحد لو ماشي معاه، لان دي برضه خلي بالك حضرتك كتر الكتب الكتيره دي واللغه اللي موجوده فيها تقرا، يعني انت دلوقتي بتقول القصر واللي انت قلته انا قريته مع ابن كثير. بس هي النقطه ايه اللي احنا نلجا له؟ او ايه الكتب اللي بتفك العبادات لو قريتها انا ماشيه صح، ولو قريت لان احنا بنتوه. انا معاك، بس يعني اذا ما كناش قابلنا حضرتك انا يعني بص لا انا ما اقصدش حازم، انا اقصد ايه يعني للازهر افرض ما قتلتك. يعني بص احنا دايما بنقول ايه، ما فيش مثلا فرصه اروح لمين واجي من مين، خلاص انا بعتمد على ان انا بجيب الفقه واقرا، قريت فقه العبادات وقريت فقه السنه وقريت في العقائد. عايزه اقول انت كتب دينيه، يعني قريت اهوال يوم القيامه وعذاب القبر الحاجات دي كانت في الاول، يعني وانا صغيره كده قد بنتك لما ابتديت اقرا في الكلام ده انا جه علي وقت بعيط مش عايزه اقابل الناس عشان خايفه اغلط. وبعدين والدتي الله يرحمها وهي يا بنتي ربنا غفور رحيم وديننا تسامح، فلو قعدتي وقفلتي على نفسك مش هو ده الصح، اطلعي مع الناس وابدأي اتصرفي صح مع الناس، هو ده الدين بتاعنا. لكن لما جيت اقرا بقى الحاجات اللي انا عايزه دلوقتي في السن ده، لا انا عايزه الصح الصح اللي ما يبقاش فيه غلط. فهل ابن كثير ولا قرطبي ولا ايه هي الكتب اللي ماشيه بالمذاهب اللي احنا بنتكلم عليها؟ يعني تبقى مثلا ده مذهب ابو حنيفه. مين؟ هو طبعا انا لو حبيت ادرس مثلا يعني مكون ثقافه طبيه، هل هرجع الى النصوص الاصليه في الطب او المراجع، حتى المراجع الطبيه اللي بيدرسها طالب الطب، هل انا عندي القدره على هذا؟ لا ما عنديش القدره على هذا، انما هيبقى افضل حاجه اقرا لها ان في طبيب متخصص متميز في تخصصه قرر ان هو يبسط المعلومات الطبيه جميل لمن يريد ان يتثقف طبيا. جميل تمام كده؟ لو لقيت مثل هذا الايه الكتاب وعايز اتثقف طبيا هيبقى هو ده الايه الشيء المفضل بالنسبه لي. وحضرتك اللي هتدلني على الكتاب. لا انا مش هقدر اقول لك كتاب معين او كذا. لا انا ليه سالت حضرتك؟ لو تقول الطبيب ولو هروح لو قرر ان هو انا عشان اعرف يعني في الطب هروح لواحد كويس في الطب واقول له ايه الكتاب الكويس اللي انا الجا له؟ ما هو في كتب في الطب كتير جدا ويقول لك اوعى ما تمشيش ورا الكلام ده، دي ناس بتكتب للسوق وتسويق والى اخره. ما هو الدين احنا عندنا ناس برضه التسويق ويطلع ويجمع كل يوم كتاب ويقول لك مش عارف الصباح والمساء، جميل اذكار، لكن كل يومين ثلاثه، يعني اول ما عملوا اذكار الصباح والمساء لعبد الحليم محمود كتاب واتجمع وتحط فيه كلام، انت بتقرا الاسم انت عارف مين. الكتب بقت كتيره، بس هي الفقه والعبادات والسنن والى اخره دي احنا محتاجينها، لان انا بقرا القران والمصحف، لكن في التفسير انا بروح رايح على السنن بشوف العقائد بشوف عشان اكمل ديني صح. هي دي النقطه. انا بقول لحضرتك لو انا كمذهب ابو حنيفه هيبقى ابن كثير ماشي في الكلام ده؟ لا، ابن كثير تخصصه في التفسير وفي التاريخ، يعني ابن كثير له مؤلفات في التفسير. لا كاتب عقائد وموجود في فقه السنه مجلدات.
لا انا مش عارف ان الكثير هو في كثير مثلا هو البدايه والنهايه وفي تفسير لاسمه لكن ما اعرفش هو بيتكلم في الفقه لكن في اثناء تفسير ايه ليها حكم فقهي يتعرض للحكم الفقهي اللي في الايه لكن هو مثلا مش في مجال في يعني مش تخصصه الاصلي الفقه ده يعني هنقرا لابو حنيفه هنقرا للشافعي او المدرسه دي بقى يعني انا مثلا مدرس مثلا مذهب ابو حنيفه ما بدرسوش من نصوص ابو حنيفه نفسها في متون علميه اتوضعت اللي هي مثلا بتدرس في الازهر الان في ماده اسمه المد القبولي في ماده اسمه مد الاختيار ده يعني ده اللي بيعتمد عليه في تدريس المذهب الحنفي والمتون دي مستويات بعضها فوق بعض نبدا بالمستوى الاقل وهكذا الى المستوى الايه؟ الاعلى. فلا ابن كثير مش في القصه دي خالص، ابن كثير لو عايزه تعرف تفسير ايه في القران على منهج معين في التفسير اللي هو منهج التفسير بالمقصود. نجيب لك الحديث وكذا وانا مش بفضل المنهج ده يعني منهج الاعتماد على النصوص فقط يعني زي الشخصي والعلم ما بفضلوش يعني بفضل دائما التفسير اللي له قائم على العقل وعلى الراي ويعني مناهجه اوسع والتحليل اللغوي والتحليل بمستويات متعدده للايه. ففي تفسير لا يعني من يعني في تفسير مثلا ابو سروق تفسير النسخي اللي هو بيدرس في الازهر لا دي اقوى من بكثير ومناهجها مختلفه شويه. انما في الفقه يعني برضو يعني احنا في مثلا من ضمن محاضرات في القاهره انا بدرسها في يعني مجموعه من الناس عملوا حاجه اسمها الشيخ العمود. دول عملوها في جامعه الازهر وبعدين دلوقتي بقى ليهم مقر شيخ العمود؟ اه يعني حاجه كده اسمها شيخ العمود زي المشيخه يعني اللي بيحفظ القران اللي بيحفظ القران ولا دراسه لا يعني شيخ العمود ده اسم مؤسسه سموها شيخ العمود. دول بيعملوا ايه؟ بيدرسوا العلوم الشرعيه العلوم اللغويه العلوم الاجتماعيه والانسانيه والعلوم التطبيقيه ده المخطط بتاعهم بس التطبيقيه مثلا لسه ما دخلوش فيها لكن عايزين يكونوا اللي بيحضر عندي مين؟ الطلبه كليات كلها مش كليات ازهريه يعني وحديث شباب حديث التخرج كده بندرس لهم المناهج اللي احنا بندرسها في الازهر يعني اللي انا بدرسه بشكل متخصص في جامعه الازهر هو نفسه بدرسه للفئه دي من الشباب يعني بس بشكل مكثف ومختصر يعني مش بنفس التوسع والتحليل مثلا اللغوي ومستويات التحليل المختلفه اللي بدرسها مثلا في جامعه الازهر يعني انا بدرسه الدوره مثلا 8 محاضرات 3 ساعات يعني 24 ساعه بخلص مثلا فقره العبادات كله في الدوره دي. انما مثلا ممكن اقعد نفس الوقت ده في الطهاره مثلا والصلاه لو في الازهر عشان مستوى الدراسه مختلف. فيعني انت حضرتك تقراي لمين؟ يعني انا ما اقدرش اقول لك يعني تقراي مين او تحضري فين او كذا. لكن انا اقول لك الفكره وانت تبحثي بقى عن يعني الفكره دي موجوده فين؟ شيخ العمود انت مش هتروحي القاهره. لكن هل مثلا انا مثلا يعني لما فوجئت حقيقه بالنموذج ده في يعني في الفترة اللي فاتت أنا كنت متصور إن أنا واحد بدرس فقه عادي في قاعة فيها مثلا 50 60 طالب أو كده وخلاص فعملوا حفلة ختام يعني موسم من أسبوعين كده ففوجئت إن إيه يعني إن يعني الناس دي عندها يعني فكر تعليمي كويس يعني متكامل وتخصصات وإلى آخره فحتى أنا يعني 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 جاء في ذهني الفكرة إن إحنا ليه ما ننقلش الفكرة دي في اسكندرية ولو بشكل ايه يعني اقل وهكذا يعني وتتصدر بعد كده الفكره لاماكن مختلفه لغرض الدراسه الشرعيه فدي حاجه لو نقدر نعملها تبقى كويسه لو نقدر نشوف مؤلفات في الفقه مبسطه يعني بحيث ان انت حضرتك مديكي تخصص معين في الحياه في يعني حضرتك التربيه الرياضيه مش كده فانت مطالبه ان انت معظم قراءاتك وبحثك في المجال ده ما تديش فاضي انك تقعدي في الفقه مثلا زي ما انا بقرا فيه فانت محتاجه مني ان انا اكتب لك الخلاصات مش انا لازم يعني المتخصص ده يكتب لحضرتك الخلاصات انا مثلا مره والدتي يعني قعدت عملت في الفقه في العبادات قعدت انا عملت تاليف على مستواها انا والدتي مثلا اعداديه يعني مش يعني مواليد سنه 40 فيعني من الناس القدامى مش يعني مستواها التعليمي صحيح في الحياه يعني خبرات ويعني عقليه كويسه وكل حاجه بس المستوى التعليمي مش اللغة يعني مش هعرف فيه لغه معينه مش هتفهم فعملت لها احكام فقهيه مثلا في مذكره كده تمام كده وانا جبت ستة ابو حنيفه وبتاع بس هو في الاخر انا انت عارف بخرج ابو حنيفه انا مطبوع ابو حنيفه فبخرجه بس من غير ما اقول ابو حنيفه ومن غير المصطلحات الصعبه لما تسلفنا المذكره دي فهي يعني للاسف هل ده متوفر؟ انا ما ازعمش ان ده متوفر بالشكل ده لا مش موجود بالشكل مش موجود بالشكل ده لكن احنا بقى ممكن ايه نستحس المجتمع يعني المجتمع يستحس القادر على هذا في ان هو يبدا يخرج هذه الاشياء للايه؟
للناس يعني، وده هيحصل من احتكاك يعني. انا مش موجود، انا ممكن اتواجد عندي رغبه الان ان انا يعني بناء على سؤال حضرتك ان انا اعمل حاجه زي كده. جميل. يعني وانشرها يعني حزمه لله. تمام؟ فالفكره جت لو ما جتش انا هنا النهارده ما كانتش الفكره دي ممكن تجي لي يعني. فالتلاقح بين التخصصات المختلفه. لا عديد افكار كثيره اكيد اكيد هيكون لنا يعني لقاءات كتيرة، وهي يمكن كانت المناسبة على برج النبي وكانت سريعة بس هو ظروف الجو، لكن أنا واثقة إن لو إحنا عملناها حوارات مفتوحة ممكن نعملها مرة كل شهر. أنا نحددها عشان تبقى الناس عارفاها ونثبتها لهم. في معظمهم بيفضل دايما خميس عشان بيبقى صباح تاني يوم الجمعة، برضو تبعد عن أيام الامتحانات. النوة دي مش بإيدينا، ان الناس اتحبست مع كتش تيجي دي وقالت لك طبعا 100% احنا مخلصين. هم لو عارفين ان احنا قاعدين، لكن هم تخيلوا طالما قلنا 6-6:30 احنا بنكتب 8 مشينا. فانا دلوقتي هكتب لهم لا احنا 10 الا. فهي القعده مع حضرتك الحقيقه جميله، ويعني يعني الواحد مش لسه ما شبعش لان عنده، لكن يعني احنا بنشكرك وانا بشكرك باسم مجلس الاداره كله، وحضرتك شرفتنا، وهيكون لنا لقاءات تانية كتيرة. ويعني احنا يعني تسمح لي هنديك كتاب الله برضه ده باسم مجلس الاداره، يعني هو متواضع ولكن ده يبقى لحضرتك. كان انتوا فكرتوا ان انتوا تدوني ليا يعني؟ لا ما هو لا كتاب الله يعني هو ده نتمنى انك تقبله باذن الله. شكرا لحضرتك، ألف شكر. لا دكتورة حاضر، طب نطلع لبره شوية.